ساعات اورام الكبد تبقى ورم كبد شخصيا او جياله جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه، الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء لا يطلع عندي. الأستاذ الدكتور حسام موافي، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. اهلا ورحب استاذنا استاذ الجميع استاذ الكل استاذنا استاذ دكتور حسام في هذا يوم عيد يا استاذ. اهلا ايش يا كدي الله يخليك ايش يا كدي. عايزين نبدا برؤيتك للكادر الطبي، وفي حاجه كمان مهمه انت حضرتك قلت لي. انا عايز ابدا بمصر كلها، كل من سمعنا واللي سمعنا ومش مدور تلفزيون يقول لي اللي ما سمعناش، دعوات من القلب لثلاثه اطباء دول يا اخواتي يا اولادي، هم اولادي لان كلهم الثلاثه اصغر مني، مصابين الان بالفيروس الملعون اللي انت قلت عليه وحالتهم مش كويسه، ولن ينقذهم سوى الدعاء يا رب اشفيهم. جميع العلاج اقصى حاجه اتعمل لهم، ناقص ربنا يتدخل بشفائهم. فدعواتنا استاذ الدكتور نبيل عرفه طبعا كل الناس عارفاه طبعا، اول من مسك السونار في مصر، اول واحد مسك يعمل سونار للبط في مصر، اول واحد. شوفوا بقى الكلام ده من كام سنه. استاذ الدكتور بشر قناوي طبعا، استاذ الرمض اسطوره اسطوره وتلميذي انا درست له، وابني الحبيب من الحالات الحرجه الدكتور حسن خالد، الاستاذ الدكتور حسن خالد. دعواتنا الثلاثة دول ربنا يشفيهم، ان من غير تدخل القوة العظيمة الإلهية في الشفاء هيبقى صعب جدا، لان احنا استنفذنا كل الأسلحة. كورونا برضو كورونا ثلاثة، والثلاثة في المستشفيات مش في بيوتهم. فدعواتي الأستاذ دكتور نبيل عرفة ربنا يشفيه يا رب يا رب، ويتمم شفائه يا رب. دكتور بشر قناوي ربنا يشفيه، وابني العزيز الغالي الدكتور حسن خالد ربنا يشفيه. ده بداية، وكل من يسمعني رجاء أن يتوجه إلى الله بقلب سليم وبدعوة صادقة، مش بلسانه بقلبه يا رب يشفيه. عشان ربنا يشفيهم يا رب يا رب. وإحنا بنشوف الحالات دي، الحالات دي حالات حقيقية إحنا جبناها من صفحاتنا ومن كمان رسائل مباشرة يعني من ناس. أنت قلت حتة كويسة جدا يا أيمن، حكاية الدكاترة وأنهم فعلا لازم الاهتمام بيهم. سواء التاكسي بعضهم مش هعمم يعني، أما تيجي توقفه عشان تركب معايا يقول لك رايح فين، قبل الأوبر والحاجات العجيبة دي يقول لك الأوبر برضه رايح فين. الأوبر برضه رايح فين يعني، بس أنا عارف إن حضرتك مالكش في التكلم. يقول لك رايح فين؟ تقول له رايح شبرا، يقول لك لا ما بروحش شبرا. مش سكتي. اذا ادى نفسه الحق في الاختيار اللي هيتعامل معاه. مهندس انا عايز ابني عماره، فين؟
في الحتة الفلانية، أنا ما ببنيش في الحتة دي. إذا ندى نفسه الحق أن يرفض، أن يرفض مع محامي، مع هذا الطبيب محامي، المحامي مش عايز القضية، مش دي عايز، ما بقبلش القضية، مع هذا الطبيب. دي لازم كل واحد تبقى في ذهنه، أنا ما بختارش عياني. العين بيخش لي ما أعرفش معدي ولا لأ، قبل ما يخش أنا ما أعرفش عنده كورونا ولا لأ، ما أعرفش عنده سل ولا لأ. أنا بقي وبقه بيبقى بينهم أقل من 30 سنتي وأنا بكشف عليه. فالدكتور يا أخوانا ده يعني، ده يعني له منزلة يجب أن تكون في المجتمع. أنا واحد كان بيسألني، جت حاجة على التليفون كده، واحدة سويسرية بتقول أنتوا بتدفعوا ملايين للعبة الكورة، هي دكتورة وأنا مهيتي 3000 دولار في الشهر، سويسرية مش مصرية، خلوا لعيبه كره يعالجوكوا، خلي الناس كلها تشوفها. دي بوست على التليفون موجوده للناس كلها على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا، واحده دكتوره بتقول انا مرتبي 3000 جنيه، خلي، قالت اسامي بس انا مش هكرر الاسامي، اللي واخدين ملايين دول خليهم هم اللي يعالجوكوا. فانا من جوه حزنت، لكن من بره ابتسمت، قلت فعلا لا حق، لا حق والله. الدكتور في الريف، تعال شوف عايش ازاي. لا عايشين حياه صعبه قوي. عايش ازاي الشباب؟ على فكره شباب الاطباء عايشين، يبقى لسه متخرج رئيس قسم، بس الكلام ده من سنين. وجالي ورقه ابني بيتعين معيد بعد الاطلاع على كذا وكذا وكذا، قرره ماده اولى تعيين السيد، خلي بالك من السيد دي، السيد فلان الفلاني معيدا بقسم طب الحالات الحرجه. حلو. مادة 2 يصرف لسيادته، خلي بالك من سيادته دي، 40 جنيه مرتب شهري. لا خل ألز بقى، المادة اللي بعدها يصرف لسيادته برضه، أنا مش فاهم سيادته ليه، 15 جنيه بدل عدوى، بدل عدوى عشان خايفين علينا. طبعا النظام اتغير إلى حد ما، بس مش بالصورة اللي احنا عايزينها. الدكتور يا إخوانا، وأثبتت الكورونا كده، قبليها هي هي، احنا كنا عرضة للموت، عرضة للموت، بس كورونا اظهرت القضية ان في ناس فعلا ماتت. في ناس ماتت كتير جدا من اطباء وهم بيشتغلوا، ماتوا من فيروس سي، وماتوا من اكيوت انفاركشن. حضرتك لو تشكيت وانت بتشتغل عملية خدت فيروس سي، لو تشكيت بابرة، وده هذا وارد جدا جدا، خدت فيروس سي من غير ما تحس. تخيل بقى احنا يصرف لسيادته دي، خلي بالك. الحالات في الكيس الاولانية برضو، يعني ست بتقول انا عندي 70 سنه مصابه بالسكر من 25 سنه، وضغط الدم من 15 سنه، السكر والضغط الاثنين مرتفعين رغم ان انا ماشي على النظام. الحكايه دي منتشره، ريزيستنت دايابيتس وريفراكتوري هايبرتنشن. صح. طب هي عايزه ايه بقى؟ لا انا اللي عايز اعرف ايه، مش احنا، مش هي بس، عشان 99% من المصابين بالسكر ومصابين بالضغط 99% فاكرين العلاج أدوية، أدوية بس، بس هم فاكرين كده، عمره ما يخف العلاج. ثلاث عناوين، انت خدت عنوان، انت بتتعالج بالتلت، في حاجة اسمها نظام غذاء، في حاجة اسمها نظام حياة. انا عندي كذا كتاب بذاكر منه الأوفرويت، السمنة، اكتر من 8 كتب. والله يا أيمن ما في كتاب زي التاني، ما فيش كتاب زي التاني. الجراحة تتعمل إمتى؟ ده مختلف عن ده عن ده عن ده عن ده. طب ده ياكل إيه؟ ده عن ده ده، ما عدا العنوان الأول بس. التمن كتب مشتركين فيه، العنوان الأول اللي عايز يخس، change the style of life of the patient، يغير ستايل حياته، ده مشترك فيه الكتاب ده والكتاب ده. فعلا ولقيته فعلا كده، واحد متعود يطول الليل يطول النهار يشتغل، ويروح الساعه 7 بالليل مراته عامله له اكله تمام، يروح واكل الاكله على معده فاضيه كل ده، ويخش يتفرج على التلفزيون وينام. طيب هنقول له قلل الاكل، مهما قلت الاكل هتعمل ايه؟ ده يغير ستايل حياته. تمام. واحدة ست متعودة تاكل كل مثلا 3 مرات فطار كويس قوي وغدا كويس قوي وعشاء كويس قوي،
ده ستايل حياة. دي أصعب نقطة في الرجيم، كيف تقنع المريض إنه غير ستايل حياته؟ إزاي تقنعه؟ هو عايش كده وبقاله 30 سنة، الست دي بقالها 25 سنة عندها سكر وبتاخد الحقنة أو بتاخد الإقراص وبس، لكن لا اهتمت بنظام الأكل عشان كده عمره السكر ما هينزل، ولا اهتمت بتغيير نظام. الست دي يا حاجة بتمشي كل يوم ساعة ولا الهوا؟ هتقول لك ركبي بتوجعني، ما هي ركبي بتوجعك عشان سمينة والسمنة مثلا أنا ما أعرفهاش، بس المشي وقلة الأكل. أنا عايز أقول للناس والله سيدة عائشة رضي الله عنها، أصل معظم الناس يعني متدينين بفضل الله في مصر يعني الحمد لله، بس ينقصهم الحقيقة. سيدة عائشة لها حديث صحيح تقول كان يمر علينا ثلاثة أهلة تشوف الهلال ثلاث مرات يعني لا 60 يوم لا يوقد في بيت رسول الله النار، مفيش طبيخ يعني. يا حاجة ما بتطبخش شهرين تقدري تعملي كده؟ وكنا نعيش على الأسودين المية والبلح. فالله اللي يقدر يستغنى عن أهمية الأكل والإنترست في الأكل ده، في واحد طول ما هو مروح بيحلم هيتعشى إيه. في ناس يا فندم من أصدقائي ستايل حياتهم مرتبط بالأكل بس، يعني قاعدين وفي بقى في البيوت الزوجية رمز المحبة والأكل الأكل. طب بلاش يا أيمن، هقول لك أبسط حاجة، جميع مناسباتنا مرتبطة بالأكل، عيد ميلاد أكل، تعم عشيك مش بتسمعها يعني، لو واحد جالك في البيت واديت كوباية شاي يعتبر دي يعني قلة كرم، لازم أوكله. جميع مناسباتنا، مولد النبي أكل، حلويات هتنزل، رمضان الناس تبتدي قبل رمضان بعشر أيام تستعد للأكل، مع إن كل الكلام ده عيد الأضحى عيد الفطر عيد كله. في إخواننا المسيحيين عندهم الغطاس عيد الشكر كحك طب والعيد لحمة بعدين وعين نشتكي بعد كده بقى من السمنة ومن السكر. والله العظيم والله العظيم اللي يبطل أكل هيسلم جدا، هيسلم هيعيش حياة راقية جدا. يعني كله خمس مرات في اليوم يا أخوانا، كله خمس مرات بس كل مرة لقمة بورشنز سمول بورشنز. يعني دايما الكلمة اللي بقولها أطلبك أي لحظة في اليوم بالتليفون، يا محمد جعان؟ تقولي لا. شبعان؟ تقولي لا. حلوة دي. هو ده، هي دي اللي تعيشك زي الفل. اي لحظة في اليوم، ساعة 2 ساعة 3 ساعة 4 اي وقت، يا محمد بلاش يا محمد، يا حسين جعان؟ يقولي لا مش جعان. طب شبعان؟ يقولي لا مش شبعان. ما ناكلش الا من جوع، ولو كلنا ما نشبعش. اللي قاله سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وكانه استاذ في كل الطب، احنا بنعاني دلوقتي من ايه؟ من السمنه. هي دي السبب الاساسي. الست دي بقى نرجع لها تاني، التزمي يا حاجه بالاكل، نظام اكل قاسي جدا جدا جدا، والتزمي بنظام حياه مريح. انت عندك ضغط يبقى ممنوع الملح. هل عملتي كده عشان تقولي لي الضغط؟ وبعدين اعرضي نفسك على اي حد يشوف، جايز هناك سبب اخر، جايز الكورتيزون عالي، عندك كورتيزون عالي، والكورتيزون عالي لا هينزل ده ولا ده، لا السكر ينزل ولا الضغط ينزل، لان الكورتيزون عدو اصلي واساسي للانسولين، فهو جايز ما بتخفش لسبب ما، عندها نشاط في الغده الكظريه يخليها ما تخفش، او يكون حد كاتب لها دواء فيه كورتيزون وهي ما تعرفش. فدي نخلي بالنا كويس، والملح مهم جدا جدا جدا. واحد في العياده عندي انت عارف ابو العريف، ابو العريف جاي والله ده وحشني جدا موجود بيقول لي يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الملح ده مش عارف انه مفيد للجسم وانت تمنعني منه، كان هياكلني يعني. اصل بيني وبينك الاكل من غير ملح ما يتاكلش. انا قلت ايه، اجرب زي العيانين، اعمل نفسي عيان واكل اكل من غير ما اعرف شكله، بس هتعود لو انا مجبر هتعود. فقلت له ايوه يا اخي، بس حضرتك مش عندكش فكره في نقطه مهمه جدا لازم كل واحد يعرف،
لو جبت اكل بدون ملح خالص، بطاطس ما حطيتش ملح، ورز ما حطيتش ملح، وفراخ ما حطيتش ملح، فيهم 7 جرام ملح. اللي هم بتوع ربنا بقى اللي بيقول لي كده. وبعدين 7 جرام ده رقم كبير مش قليل. فاللي بيحط ملح بيوصل ل 11 جرام اللي بيحب الفسيخ والجبنة. لا 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 خطير، بيخش في أرقام غريبة. فالحاجة اللي بعتت هذه الرسالة، أرجوكي ابعدي عن الملح، أرجوكي جوعي، أرجوكي كشفي، لا يكون هناك عامل إحنا مش عارفين. القصة الجاية بقى قصة فيها أكتر من منحنى، يعني محتاجين نقف قدامها كل واحد حلقة لوحده. بيقول إيه؟ هو عنده 40 سنة، رجل ويعاني من ألم في الرجلين أثناء المشي، بس والألم ده بيجبره على أنه يقف، ومعاه في نفس الوقت تراجع في الحالة الجنسية، في الحالة الزوجية بدأ يحصل له ضعف جنسي. بيقول الجملة بقى محتاجة كمان، يعني كل واحدة من دول حاجة كده، خايف أروح للأطباء فادخل في متاهة، ده على حد تعبيره. فهل من نصيحة؟ ده بقى اللي جاوب عليه أبو العريف مش أنا. طب أنت بعتلنا اللي خايف يروح للدكتور ده يروح لأبو العريف، هيقول له بص يا باشا ده غالبا لريش سندروم. ده اللي حضرتك بتشتكي منه ده في استراكشن في البايفركيشن. عندك في شريان اسمه الاورطة، ده اللي بيوزع الدم على الرجلين الاثنين، فنهاية الاورطة قبل ما يوزع بيبقى في ضيق، في ضيق كده، ده يضعف الحالة الزوجية، العلاقة الزوجية تبقى ضعيفة جدا جدا. ورجليك دي اسمها انترميتنت كلوديكيشن، اللي هي تتقلص رجليك وتجبرك على الوقوف لحد ما الدم يرجع تاني. ده لازم يكشف بسرعة جدا جدا قبل ما يحصل مشكلة هو مش عايز أقولها، مش عايز أقول له إيه اللي هيحصل لأن تبقى هيتفزع. فده يكشف بسرعة جدا جدا جدا. اللي بيمشي ما يعرفش يكمل المشوار ده ورجليه تتقلص، ده خطير جدا جدا جدا. ده متاهة إيه رجل؟ ده أنت اللي في متاهة، إنك أنت تسيب نفسك كده. ما يمشيش هارت فيلير؟ لا صعب شوي. عشان الانترميتنت اصل الهارت فيلير هيمنعه من المشي النهجان، مش رجليه. لما ده بيكمل ورجليه توقفه على حد قوله. الريش في بعض الناس بتنطقها ليري، ليريش. لكن هي اشهر ليريش في الاصل يعني، بس هو فرنساوي. ليريش. الليريش سندروم ده عباره عن تصلب شرايين ولا جلطة أكتر؟ لا ده خاص بيه، لا هو جلطة ولا شرايين. ساعات جلطة سادل شيد بإيمبولس، السادل شيب دي بتيجي على البايفركيشن كده. لكن ده إيديوباثيك، ده بتقفل لوحدها. تليف يعني، تليف في الشرايين. وبعدين ده سهل جدا، ده دلوقتي بيتعالج بسهولة شديدة جدا. ده في حاجة اسمها دعامات، ده ممكن يعملها، وممكن جراحة سهلة جدا. ده دعامة جميلة بتتحط في عين نفس الشكل. لما كنت عليه سنه كم سنة؟ 40 سنة. ده انت صغير جدا. يعني واحد 40 سنة ده خسارة. ليه تعمل كده؟ ليه تقول متاهة وكده؟ وطبعا ممكن الحالة الجنسية ترجع تاني، ترجع كويسة جدا، يعود كما كان ويمكن احسن كمان. المتاهة، كلمة اروح في متاهة، كلمة دي بسمعها كتير قوي. بسمعها كتير جدا جدا. انت عارف الوعي الطبي ايمن مهم قوي جدا. انا عملت حاجه الحمد لله بفضل الله، بفضل الله وحده، ان ابتديت اعمل وعي طبي في اسوان. حضرتك عملت وعي طبي في العالم العربي كله مش اسوان بس. لا على مستوى القعده بقى، على القعده بقى وكده. فابتدوا دلوقتي اي واحد شكوى بسيطه يروح للدكتور المختص يعني. فما فيش حاجه اسمها اخش في متاهه. ما هي المتاهه يعني؟ طب ساعات أقول لواحد إيه، أنت محتاج عملية تكميم، تمام؟ اللي بس مش دي خطر؟ أقول له طب يلا نحط الاثنين في كفتين، السمنة في كفة والتكميم في كفة، مين أخطر؟ جاوب السمنة. أقول له السمنة، لأنه السمنة خطر أكيد، تجيب لك 18-19 حاجة
التكميم عملية، أي حاجة في الدنيا خطر، أي حاجة لها خطورة. طب بلاش خطر، في فرق بين خطر أكيد وخطر محتمل. والمحتمل بتاعه 1-2%. يعني ما أنا بقول له إيه، ممكن الواحد وهو بيعدي الشارع عربية تخبطه يقول لي آه، أقول له بتحصل؟ يقول لي لا ما تحصل، أقول له لكن جايز العملية كده. واحد بيعدي الشارع جايز عربية تخبطه، بس يعني نادرة. أنا سيدة أشعر، بتقول أنا سيدة تشعر بتورم يومي حول العينين في الصباح يزول بعد شوية من الصباح على آخر النهار يعني. قالت لي صديقتي إن ده من الحزن، حيث إن توفى جوزها من الكورونا من 3 شهور الله يرحمه، هل هذا صحيح أم لا؟ ده كلام مهم جدا. تورم العينين الصبح ويزول بالنهار، ده تورم نفروزي. لا لازم نفروتك. تروح تحلل تشوف بروتينات البول قد إيه وبروتينات الدم قد إيه، وقد تصل الأمور إلى عينة من الكلى، تشوف الكولسترول. وده المقلب بقى، إن الست نقول لها، هي بتتكلم على العينين نقول لها كلى، تقول لها إيه اللي جاب كلى لعينيا؟ لكن هذا يا بنتي ده تورم نفروزي، ده خطير جدا. وعشان بيظهر في العين، عشان مش خطير حاشا لله إن أنا أخوفك، لا بس خطير إنك تسيبيه، لأن قد يصل إلى مرحلة مش لطيفة في الكلى. يعني إحنا الكلى دي بنحافظ عليها بعينينا، لأنها لو باظت يا غسيل يا زرع، مفيش حاجة تالتة. أنت في مرحلة دلوقتي لو خدتي الدواء تبقي كويسة جدا، بس لازم تكشفي، لأن الحزن ما يخليش العينين تنفخ، السهر ينفخ العينين، بس الجفن السفلي فقط، الجفن السفلي هو اللي يورم بالسهر وبالحزن جايز، إنما الجفن العلوي بقينا بنتكلم في مسألة تورم نفروزي. ده كلام مهم جدا عشان ننتبه على التفرقه بين الديفرنشال دايجنوز. خلي بالكم انه لطلبه الطب لما قال لهم نفروتك تقلب برينال فيلير، تقلب برينال فيلير، برينال ورينال وبص رينال يعني. كان دايما عندنا سؤال جميل جدا يا ايمن، هل عيان مورم قوي ابتدى الورم يروح يبقى سعيد ولا مش سعيد؟ لا ساعات يبقى مش سعيد، يلطم، لان هو جايز يكون تحول الى فشل كلوي مزمن، والفشل جالوز من بوله كتير، الورم يروح، فمش ما يفرحش قوي، لازم يكشف كويس. ده أسئلة في الشفوي بقى. نسمع بقى أبو العريف حبيبك. أبو العريف تفضل. أبو العريف سمعنا والنبي خف عشان الدكتور حسام بيه موجود النهاردة، تفضل. يا باشا بعد إذن سعادتك، أنا عندي اقتراح وعندي استفهام طبي أيدولوجي. ليه يا باشا في الطب بتقولوا أمراض الذكورة وتقصدوا بيها الأعضاء الذكورية؟ ليه يا باشا ما بتقولوش على الأمراض الباطنية أمراض ذكورة؟ ما هو 3/4 الأمراض دي يا باشا بتيجي تقريبا للراجل دونا عن الست. أنا عمري ما سمعت عن واحدة عندها القلب ولا الكبد ولا الضغط. الأمراض الباطنية يا باشا نادرا ما بتيجي للست. الستات بيعرفوا يطلعوا مكنوناتهم ويفشوا غلهم فينا ويصبوا علينا جم غضبهم. عندهم هرمون الاستروجين يخليهم كل شوية يعيطوا فينفسوا عن نفسهم وينكدوا علينا ويشيلونا هموم فوق همومنا. يا باشا من منطلق ان الراجل في مجتمعنا بيتحمل فوق طاقته ويشيل على دماغه اشي ضغط واشي قلب واشي سكر واللازم منه، فنحن مجتمع ذكوري. أول مرة أتعاطف معه. بتبقى كارثة. بس اللي قاله يعني قريب من الحقيقة. قريب من الحقيقة. يعني معظم أمراض البطنة فعلاً وأمراض القلب أكثر في الرجال. قبل انقطاع الدورة. قبل انقطاع الدورة. بعد انقطاع الدورة يتساوي الست بالضبط في النسبة. انما قبل انقطاع الدورة طبعا الراجل لازم هو اللي يعني. حاجة طبيعية جدا يعني. شو اللي بيشتغل ويتعب ويشيل الهم والكلام ده. كان في واحد برضو سألني هو مين احسن، يعني ربنا عنده احسن الرجل ولا الست. فجاوبته اجابة جات لي جميلة جدا 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 يعني. أنا ما قلتها لك كيف؟ أقول لك أيمن كالأسد وليس الذكر كالأنثى. الأنثى عند ربنا دي
يعني مفضلة جدا جدا. طب ما جايز هو ربنا بيحبها أكتر عشان جاي بيحميها بالإستروجين. هرمونات الأنثوية بتحمي الست طبعا طول فترة دورة بتحميها. الوسطية، ما معنى الوسطية؟ الكلمة دي بنقولها كتير لكن أعتقد أنها غايبة في مجتمعنا حتى من غير ما نشعر. إحنا في إكستريميتيز، يعني في أحكام أحيانا بيبقى فيها منتهى القسوة. السوشيال ميديا بقت فوضى عارمة، بقت مليئة بالفوضى العارمة. لأن شايف أنها أكبر خطر عن نفسية المجتمع المصري. أنا شايف كده ومؤمن بكده ومش هغير رأيي، رغم أن أنا موجود على السوشيال ميديا وبكتب حاجات. أنا بحب أكتب على السوشيال، ما بحبش الفيديوهات بس بحب أكتب. لكن أنا في رأيي أنها خطر شديد جدا. بقى المجتمع في السوشيال ميديا رمزه الأساسي هو تصدير التفاهة، التفاهة، وأقعد أتكلم على التفاهة. وللأسف بعض منصات الإعلام تمشي وراها والنم يا أيمن، مش بس تفاهة، النم والغيبة والنميمة شديدة جدا، والأحكام المطلقة والشجاعة والعنترية المبالغ فيها في وبعدين أنت تنقل أسرار ناس تطلعها على الملأ كده. أنا عمري ما شفت كده. يعني أنا الحمد لله إن الحاجات اللي بتقول عليها دي أنا ما أعرفهاش يعني، بس جت في نهاية عمري الحمد لله. لأن لو كانت جت وأنا قد ولادي وأحفادي لا كانت هتغيرني. دفنت هتغيرني. الوسطية يا أيمن هو مفهوم مش موجود. أما أجيب أي شاب، أنا هقول في التلفزيون دلوقتي، البخل عكسه ايه؟ الكرم. ده مش صح. لا، يبقى عكس البخل الاسراف. الاسراف في الاكستريم يعني ناحيه تانيه. الاسراف. الكرم ده في النص. هي دي الوسطيه. الفضيله وسط بين رذيلتين. الفضيله وسط بين رذيلتين. اما اقول لك الجبان عكسه المتهور. متهور مش الشجاع. انا فهمت بقى. المتهور والشجاع في النص، كله كده. فوظيفه الاعلام ووظيفه الدوله ان النشئ الجديد ده يعرف ما هي الوسطيه. يعني انا مثلا قيام الليل جميل وبحبه جدا جدا جدا، بس اين الوسطيه فيه؟ ان ما ضيعش شغلي. صيام اثنين وخميس جميل وجميل جدا جدا، لكن ما ضيعش. فحتى الوسطية في الدين مطلوبة جدا. أنا بقعد مع كبار علماء بيتعجبوا من بعض تصرفات الناس اللي هي قمة القسوة عنده في الدين والعكس تماما. قل لي الوسطية في واحد قطع بنطلونه عشان شاف واحد ما قطع بنطلونه. قل لي الوسطية في أم بتتباهى إن ابنها ما بيعرفش يتكلم عربي. تتباهى أصل ابني ما بيعرفش يتكلم عربي، هي موداه كده. أين الوسطية؟ يتعلم إنجليزي على عيني وراسي، بس اللغة العربية لغة القرآن، ومش هيعرف يقرأ القرآن بعد كده، مش هيعرف يقعد معانا، مش هيعرف يطلع يتكلم معاك. يعني لو حب يجي ببرنامج زي ده مش عارف يتكلم. فإحنا الوسطية نفهمها. ما هي الوسطية؟ الوسطية هي نعلمها لأولادنا. أما تعمل كده دي رائع، لا كده ولا كده. البخيل سيء والمسرف سيء، يمكن أسوأ. عشان كده في يعني واحد كان بيقول لي على آية إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، إن الله لا يحب المسرفين. قال لي ما الفرق؟ قلت له دي حسامية بقى حولها لك وروح أسأل فيها مولانا علماء الدين. إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب. إذا الإسراف ممكن أنا وإنت نعمله بس مش هيحبنا لو عملنا. إنما إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، يبقى قرش ساق في الحرام تبذير. لأنه أخوان الشياطين. فقرش ساق لو تصرفه، ما هو ده قرش جنيه فخمرة، فهو تبذير لأنه في الحرام. إنما الإسراف في الحلال هو ده الوسطية. أن تكون معتدل في كل لبسك، كلامك، أكلك، لا تجوع نفسك ولا تعمل كده. الوسطية دي كلمة جميلة جدا جدا جدا، يا ريت نركز عليها لولادنا مش لنا.
ولنا احنا هنكمل الوسطيه، لان الوسطيه دي محتاجه حلقه لوحدها، هنكملها المره الجايه ان شاء الله. استاذنا القمه العلميه الكبيره والاسطوره الحيه للعلوم الطبيه، نورتنا وشرفتنا وكالعاده ابهرتنا. الله يخليك استاذنا الاستاذ الدكتور حسام وافي، كان في الناس الحلوه، خليك مع الناس الحلوه. يا فهم العين مشكله بتضايق كتير قوي، بتضايق كتير قوي، وتستغرب ان العرض بتاع جفاف العين ان الانسان بيدمع كتير. اعراض جفاف العين بتتراوح ما بين احمرار، حرقان، شكشكه، تدميع بالعين من حين لاخر مع شبوره وزغلله في الرؤيه. كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوته وبنسب متفاوته. ربنا سبحانه وتعالى حط لك طبقه زيتيه على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعه. لو الطبقه الزيتيه دي مش موجوده بالتالي الدموع هتتبخر بسرعه وهيجي لك برضه اعراض جفاف العين. كان دايما يقول الجفاف يبقى في الصيف اكتر والشتاء اقل، بس احنا طول النهار في تكييف سواء صيف او شتاء، طول النهار قاعدين قدام الكمبيوتر صيف او شتاء، طول النهار بنلعب على الموبايل صيف او شتاء، فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجوده على مدار السنه كلها. ويقول لك انا عندي جفاف في العين، فانت تبص له باستغراب لانك مش فاهم، تقول له جفاف مين يا باشا، ده دموعك نازله ملت الحته اللي احنا قاعدين فيها. فده برضو محتاجين نفهمه، ازاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف في العين رغم ان هو دموعه منهمره بشكل يعني انفولنتري لا ارادي. طبعا في دراسات مهمه جدا بتقول انه جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي، او ان الصداع النصفي واحد من اسباب جفاف العين. برضو ده من الحاجات المهمه، برضو مهمه جدا انه الناس لازم تاخد بالها من غسول او غسيل الجفون. ثقافه استخدام القطرات المرطبه للعين، ما في قطرات مرطبه، محدش يقول لي احط قطره في عيني ترطبها، لا، ما هو مش كل قطره طبعا تنفع، يعني في قطرات المرطبة دي هي القطرات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير روشتة. ممكن تروح تجيب قطرات مرطبة تحطها، بس برضو هسأل ضيف العزيز النهاردة، هل ممكن اروح اجيب قطرة مرطبة للعين من غير روشتة؟ يعني ده وارد ولا ده تصرف غير صحيح؟ وطبعا ناهيك عن ثقافة استخدام القطرة نفسها، ده شيء مهم لازم نتعلمه. النهاردة حلقة مهمة جدا لأنها في واحدة من أشهر الحالات المرضية الموجودة في مصر، مع ضيفي واحد من أشهر طبعا أكيد الأسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون عموما، ضيفي العزيز الأستاذ دكتور أحمد عساف. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، وحشني والله. الله يخليك. عايز أبدأ بس الأول معاك، العطرات اللي هي اللوبريكانت اللي هي دي ممكن أروح أجيبها من روشتة ولا عادي؟ ممكن دي، أنا خدتها منك والله، فاكرها كويس. لا ممكن مش في مصر بس، دي على مستوى العالم ممكن يخش، دي الحاجات القليله قوي اللي ممكن يخش الصيدليه وتبقى عايزه اي قطره ترطيب، اللي هي الاي فريش وريفريش. بالظبط، الحاجات دي بتبقى حتى بيسموها اون شيلف، موجوده على الرف، انت تسحب زي سوبر ماركت بتسحب القطره وتحط منها. هي المشكله بس ان القطره كل قطره ليها تركيب مختلف شويه صغير عن القطره اللي جنبيها، فممكن ما تفيدكش. يعني جفاف العين دلوقتي بقى الموضوع تطور، ما بقاش مجرد ان الدموع نفسها قليله او بتتبخر بسرعه، لا، ده تركيب الدموع نفسه بقى مختلف، فعايزين نعرف نعوضه بانهي مركب. في قطرات بيبقى فيها مركبات بنسب مختلفه شويه صغيرين عن القطرات اللي جنبيها، فانت لو حطيت قطره ترطيب عاديه، خدت قطره كده شكلها عجبك، العلبه شكلها عجبك، ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش، لكن مش هتاذي. انا بطمن الناس ممكن تاخد اي قطره ترطيب من الصيدلي يديك اي حاجه عنده، ما تعترضش، خد اي قطره ترطيب لما تحس بحرقانه وشكشكه، دي اقدر اي حاجه تقدر تستخدمها مؤقتا لغايه لما تروح لدكتور العيون تشوف المشكله بالظبط اذا كانت مرتبطه بجفاف العين ولا قد يكون مقدمه التهابات فيروسيه او بكتيريه في العين. دي قطره الترطيب، خلي بالكم بس عشان القطره اسمها قطره الترطيب بتاعه العين. بالظبط، اللي هي فريش ريفريش اي فريش، الحاجات دي كلها اللي هي بديل للدموع. البديل للدموع. بالظبط. ما معنى جفاف العين؟ جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم، وللاسف اكتر مرض مش واخد حقه. واكتر حاجه تقريبا كلنا بنسبه يمكن 100% كلنا بنعاني من جفاف العين باعراض مختلفه.
مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الأعراض دي ويقولك أنا ما حسيتش بيها. مفيش حد فينا ما حسش في يوم من الأيام يعني بتبقى حمراء بتروح وتيجي كل شوية، ما حسش بحرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حين لآخر، أو ماسك الموبايل بيحس بزغللة من حين لآخر، والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية. في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوقوا عربيات فترات طويلة زي السواقين اللي هم بروفيشنال المحترفين، ممكن يجي على آخر الوردية بتاعته يلاقي الدنيا مشبرة قدامه، مش علشان نظره ضعيف قدم على علشان طبقة الدموع نفسها حصل جفاف في العين وبالتالي ما بقاش شايف كويس. فأعراض جفاف العين بتتراوح ما بين احمرار، حرقان، شكشكة، تدميع بالعين من حين لآخر مع شبورة وزغللة في الرؤية. كلنا بنعاني بالأعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوتة. ما فيش حد فينا بيسمع الكلام ده يقول لك ما حسيتش بحاجه من الحاجات دي، لا بيحس، وساعات ممكن كمان يكون في اكلان في العين. فدرجات جفاف العين موجوده عندنا كلنا بس بدرجات متفاوته. للاسف كل ما بنسمع كلمه جفاف العين خد قطر الترطيب وخلاص. المريض في بعض الاوقات بيبقى محبط جدا يقول لك ما انا استخدمت قطرات ترطيب ومش مستريح، ما انا خدت قطرات ترطيب كتير ومش مستريح. نقول له معلش هتعيش بيها حياتك كلها، اوكي ماشي، بس انا مش عارف استخدم القطره وامتى اوقفها، يعني انا هقعد احط القطره كل ساعه؟ نقول له اه احطها كل ساعه. طب يقول لك طب اعيش ازاي؟ يعني مش معقوله ماشي بالقطره كل ساعه احطها في عينيا علشان اعرف ابقى اركز في شغلي او في عملي. بيبقى حاجه مزعجه وبتشدد التفكير والانتباه وبتبقى محبطه جدا جدا. هي مفيش تأثير سلبي على المدى البعيد للعين، يعني مش هتأثر على حاجة في النظر أو في الشبكية، يعني حالات نادرة أو ممكن تعمل قرح في القرنية وتؤدي إلى مشاكل، لكن دي حالات نادرة قوي. لكن هي مزعجة زي الحساسية بتاعت العين، يعني عندك أكلان في العين طول النهار حاسس بأكلان وعايز تهرش إيديك في عينيك، مزعج جدا. فإحساس الحرقان والشكشكة اللي هو أعراض الجفاف مزعج. والتطور دلوقتي اللي حصل إن بقينا نعرف إن الجفاف ده ليه أنواع كتير، وبقينا نعرف نشخصه أحسن ونعرف المشكلة فين ونعرف نعالجها إزاي. أفهم من الكلام دوت إنه الجفاف مرض في حد ذاته، ولا ممكن برضو أفكر إنه يكون عرض وراه قصة تانية أو مرض تاني؟ هو دايرة مفرغة، هو مرض في حد ذاته وعرض. يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين، في أنسجة العين، وخاصة بتكون ساعات التهابات مناعية بتعمل جفاف، والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين، والالتهابات في العين بتعمل جفاف، فهي دايره مفرغه. فالجفاف في حد ذاته ممكن نعتبره كمرض، ممكن نعتبره كعرض، والاثنين بيوصلوا لبعض. المرض بيؤدي الى العرض، والعرض يرجع تاني يسمى على المرض. فدايما واشهر العرض طبعا الاعراض هو الاحمرار في العين، مش مجرد ان العين تبقى حمراء بس ومحرجه لاي شخص، بيبقى كمان معاها حرقان وشكه بالعين، ودي بتخليك مش مبسوط. خلي بالكم الناس كتير قوي لما بتبص تلاقي واحد عينه حمراء بيعتقدوا انه شارب مخدرات، شارب محرجه حشيش. محرجه ناس كتير جدا، وبالذات في لما يكون عندك مناسبه اجتماعيه، فرح او مناسبه زي كده، هو تقول لك طب انا عينيا حمراء مش عارف اعمل ايه يعني. وطبعا لو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده ان اللايف ستايل بتاعنا او الاسلوب المعيشي بتاعنا اختلف تماما عن السنين اللي فاتت. احنا كلنا بنخلص شغل، معظمنا الوقت بقى يشتغل على شاشات الكمبيوتر. شاشات الكمبيوتر من اشهر العوامل اللي بتعمل جفاف في العين. مش معنى كده ما نقعدش قدام شاشه الكمبيوتر، لا ما فيش حد هيمنع يقول لك ما اقعدش خلاص بقى، لا هترجع للكتاب والورقه والقلم، لا طبعا. لكن احنا دايما المخ لما بينتبه لشاشه الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسلز اللي هي النقط الصغيره دي اللي هي بتشكل الحرف او الشكل، بياخد منه مجهود في نوع من انواع البروسيسنج، في نوع من انواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ. بيخليك قاعد مبرق على شاشه فتره طويله، وده بيخلي طبقه الدموع تتبخر بسرعه، تخلص شغلك على الكمبيوتر اخر النهار تلاقي عينيك حمراء زي الكبده زي ما بيقولوا كده اهو. ده بسبب الجفاف العين. في حاجه ثانيه عايز انبه عليها، ان احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا اهوت بنرجع نمسك الايباد او الموبايل، نقعد نلعب شويه على الفيسبوك والواتساب ونشوف المسج، نخلص كده اهوت نخش على اليوتيوب من الموبايل، هو اسوا كمان من الكمبيوتر. اخلص قبل ما انام اتفرج على التلفزيون شويه صغيرين، انام الساعه 3 4 الفجر، قاعد طول الوقت ده مفتح عينيا، طبقه الدموع بتتبخر، قاعد كمان في تكييف والهواء اللي جاي من التكييف ده هواء جاف بيساعد على تبخر الدموع، ما بشربش ميه كفايه. في ادويه بتساعد على حدوث جفاف في العين، ادويه الحساسيه بالمناسبه بتساعد على حدوث جفاف في العين، عدسات لاصقه سواء عدسات لاصقه طبيه او عدسات لاصقه للالوان بتساعد على حدوث جفاف في العين. كل الحاجات اللي بنعملها في حياتنا الطبيعيه، حياتنا اليوميه العاديه، بتؤدي الى طريق واحد هو جفاف العين.
الانواع والاذر كوزز. لو في اذر كوز، طبقه الدموع دلوقتي عباره عن ثلاث طبقات، طبقه من الميوسين او المخاط، وطبقه الميه اللي هي بتغذي القرنيه بتاعت العين، وطبقه ثانيه عشان تحافظ على الدموع او الميه دي ما تتبخرش بسرعه، بنسميها طبقه زيتيه زي ما موجود في الرسم اللي هنا قدامنا. فعندنا ثلاث طبقات، الثلاث طبقات دول لازم يكونوا موجودين. طبقه منهم مش موجوده هيؤدي الى حدوث جفاف العين. لو طبقه المخاط مش موجوده الدموع دي مش هتبقى مفروده على سطح القرنيه. لو طبقه الميه مش موجوده اللي هي الطبقه الاساسيه بتاعه الدموع، ده مش يبقى ما فيش دموع، ما فيش غذاء للقرنيه، هتؤدي الى تليف او تلف في الخلايا السطحيه بتاعه القرنيه، ممكن تؤدي الى قرح. لو انت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعه حط عليه زيت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حط لك طبقه زيتيه على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعه. لو الطبقه الزيتيه دي مش موجوده بالتالي الدموع هتتبخر بسرعه وهيجي لك برضو اعراض جفاف العين. العلاقه الوثيقه ما بين العدسات وجفاف العين، العدسات زي ما تكون انت جاي عندك طبق، عندك انت الاكل بتاعك هو على قدك انت بالظبط، فانت جبت ضيف معاك بياكل من نفس الطبق بتاعك انت، ما زودتش المقدار الطعام او الاكل انت بتاكله. عندك ازازه ميه هتشربها النهارده، رحت جايب واحد تاني زميلك هيشرب معاك من ازازه الميه دي، فبالتالي انت هتشرب نص الكميه بتاعتك، مش النهارده بس، ده طول ما انت بتستخدم العدسات اللاصقه بتشارك العين في الغذاء بتاعها، بتشارك العين في الميه بتاعتك. كل العدسات اللاصقه اللينه فيها نسبه محدده من الميه، ودي دايما تحافظ عشان تحافظ على يونت العدسه. هتاخد ميه منين؟ هتاخد ميه من الدموع بتاعه العين نفسها عشان تخلي العدسه دايما لينه جوه العين وما تضايقكش، فبالتالي هتؤدي الى جفاف العين. انا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لاصقه، لا، ممكن نلبس عدسات لاصقه بس نعالج جفاف العين، او نستخدم هنا اطارات مرطبه مع العدسات اللاصقه. اتنين عيانين جايين، الاتنين بيشتكوا من عين حمراء، واحد عنده حساسيه والتاني عنده جفاف، هم شبه بعض، الفرق بينهم ازاي؟ الفرق بينهم كان الاول بنقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه، بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر؟ يقول لك اكلان اكتر، بنقول ده عندك حساسيه. لو حرقان اكتر بيقول لك لا ده انت عندك جفاف العين. الموضوع فيه تشابك. فالتطور اللي حصل دلوقتي بقى عندنا اجهزه بتقيس طبقه الدموع في العين، مش طبقه الدموع بس، بتقول كمان انت عندك جفاف، وبتقول لك الجفاف ده سببه ايه، ان الطبقه الفلانيه دي هي اللي فيها المشكله، سواء طبقة المخاط أو طبقة المية أو طبقة الزيتية اللي موجودة على سطح الدموع. الدموع من أهم السوائل الموجودة في جسمنا. أولا دي مسؤولة عن حدة الإبصار، إن الشعاع لما بيجي يقابل العين مش هيقابل القرنية، هيقابل طبقة الدموع اللي على القرنية. لو طبقة الدموع دي مش سليمة أنت هتشوف الدنيا مزغللة، وعشان كده من ضمن أعراض جفاف العين شبورة. الحاجة التانية ده الغذاء الأساسي بتاع القرنية اللي هو أول خط مناعي بيقابل الميكروبات. كمان الدموع فيها مش مجرد غذاء للقرنية، بروتينات أو أملاح أو مية، لا ده كمان فيها خلايا أو فيها مضادات حيوية، مضادات حيوية عشان برضو تدافع عن سطح العين من المؤثرات الخارجية أو من الميكروبات. فبالتالي الشكوى نفسها ما بقتش مجرد حرقان ولا شكشكه، ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض، لازم يتبعها فحوصات علشان نقدر نحدد هل فعلا في جفاف في العين ولا لا، وايه هو نوع جفاف العين. مش مجرد انا بقول ان انت عندك جفاف والنقطه على السطر، لا، اعرف نوع جفاف العين عشان كل نوع هيبقى ليه طريقه معينه في العلاج بتاعه. بعض الناس تستخف بجفاف العين وما تعرفلوش او تعتقد انه حاله بلا مضاعفات، هل هو حاله بلا مضاعفات؟ نقدر نقول الكلام ده ممكن ملوش مضاعفات، بمعنى مضاعفات يعني حالات نادره قوي ممكن يحصل قرحه في القرنيه، لكن مش عايزين نرعب الساده المشاهدين، لا مش نادره جدا، لكن هي حاجه مستفزه، حاجه مزعجه، انت طول النهار عينك حمراء وبتحرقك. والموضوع ده مش مثلا بيجي موسمي زي الحساسيه بتيجي فتره تغيير الفصول مع الربيع وخلاص، لا ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء، علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيشي بتاعنا مختلف عن زمان، فبنسهر كتير، بنقعد قدام شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير، فاعراض الجفاف بقت مستمره سواء في الجو الحار او في الجو البرد. يعني كان دايما نقول الجفاف يبقى في الصيف اكتر وفي الشتاء اقل، بس احنا طول النهار في تكييف سواء صيف او شتاء، طول النهار قاعدين قدام الكمبيوتر صيف او شتاء، طول النهار بنلعب على الموبايل صيف او شتاء، فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجوده على مدار السنه كلها. هو اساسا الفصول دخلت في بعضها، يعني احنا دلوقتي
ما احناش عارفين احنا في صفر. انا مش عارف ساعات بتبقى عايز تشتي وبتاف عادي الدنيا حر بتنزل خلاص. مدرب النادي الاهلي كان لابس نص كم من ايه في ماتش بالظبط كده هو يعني طيب لو احنا قربنا شويه من التشخيص، تشخيص هل تشخيص ان دي حاله جفاف مش حساسيه، ولا ده تشخيص للدرجه، ولا تشخيص للنوع؟ لا، تشخيص للنوع وتشخيص للدرجه. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشه كمان شويه، نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزه جديده كتيره جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مثلا حتى بيطلع بيقول لك انت في انهي مرحله، بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم، لو انت ناحيه الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكله ومحتاج علاج، لو الاحمر يبقى المشكله بقت اكثر عنفا ومحتاج تدخل سريع، علشان كده ممكن يأثر على سلامة القرنية بتاعتك. ده تقرير، ده مثال للتقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده ما كانش موجود من كام سنة، كنا بنقول انت عندك جفاف وخلاص، تشخيص كلينيكي بحت. لكن دلوقتي بقى إذا عندنا أجهزة بتطلع علينا أرقام. الأجهزة دي بالمناسبة أنا بحب أطمن السادة المشاهدين إن هي ما فيش حاجة هتخش في العين، ما فيش حاجة هتلمس العين، دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي أخبارها إيه، وبتقيس بالظبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الجفاف إيه وجاي بسبب إيه. إيه معدل البربشة؟ معدل البربشة أنت المفروض أنت تغمض وتفتح عينيك زي ما موجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كذا مرة في الدقيقة، ممكن نقول 18 مرة، ده المعدل المتوسط. لكن إحنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي. هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرنية، وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة. لكن لما انت تبقى تنسى الموضوع ده او تنتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض وتفتح عينيك كل شوية، فبيحصل جفاف في العين، ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة. فمعدل البربشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا، عشان كده دايما بننصح السادة المشاهدين او اي حد عنده جفاف في العين نقول له ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك. الحاجة التانية، الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس، بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا 100% ولا لا، لان في ناس بيغمضوا عينيهم مثلا نص تغميضة ويبقى لسه في جزء من العين مكشوف. فبالتالي البربشة او التغميضة بتاعت العين ما ادتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرد طبقة الدموع بشكل متساوي على سطح القرنية. فهنا كمان بقينا مش مجرد انت بتغمض كم مره في الدقيقه، لا، ده انت كمان هل انت المره الواحده دي مظبوطه فعلا 100% ولا انت بتكروت وما بتغمضش عينيك كويس. ده بقى بنقيسه دلوقتي بنعرف بالظبط. كمان انا ببربش كتير. انا ده كويس، ده حلو، ده كويس. انت فاكر ان ده مش حلو؟ لا ده كويس بالعكس، تغمض وتفتح عينيك ده كتير، وبنقول دايما الناس ما تنسوش تغمضوا وتفتحوا عينيك، وبالذات اللي بيقعدوا على الكمبيوتر فترات طويله. في اغنيه زمان كان اسمها غمضت يا ورده فتح يا ورده. يا سلام. ازاي نقيس الطبقه الزيتيه بتاعت الدموع؟ صعب جدا كان قياسها قبل كده اهوت، لكن دلوقتي عندنا طبقه الزيت دي بقت تتشاف بليزر انترفيروميتر. ده حاجه معقده شويه، بيشوف لك الطبقه نفسها على سطح الدموع، بتبقى ليها الوان زي ما انت جبت نقطه زيت، بيبقى ليها الوان زي الوان الطيف موجوده على الميه. دلوقتي الجهاز بيعرف يقيسها ويقول لك الطبقه دي سمكها قد ايه، وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لا. هنا بالظبط ده في هذه اللحظه بالظبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبقه الزيتيه على سطح العين. بالعين المجرده صعب الكلام ده قوي نعمله، لكن الاجهزه دلوقتي بعد عندنا اجهزه دقيقه جدا بتشوف الطبقه دي وبتقيسها لك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الالف من الملي، وتقول لك اذا كان فعلا انت عندك مشكله في الطبقه الزيتيه ولا لا. الطبقه الزيتيه دي بتفرز من خلايا دهنيه موجوده في الجفن، والخلايا الدهنيه دي صحه الخلايا مهمه جدا. لو الخلايا الدهنيه دي حصل لها حاجه هتقلل افراز الزيوت اللي موجوده على سطح العين وتعمل لك جفاف في العين. في عندنا حاجه تانية اسمها القناه او الخلايا الدمعيه. الخلايا الدمعيه دي لو ما بتفرزش الدموع اللي هو الميه بتاعه الدموع بتؤدي برضو الى حدوث جفاف العين. فعندنا انواع كتير، وعندنا الموضوع بقى معقد، ما بقاش بقى علم في حد ذاته، ما بقاش زي الاول جفاف في العين ولا لا. عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا اوكيولار سيرفيس ديزيز او امراض سطح العين. مش مجرد جفاف، لا، ده بيؤدي الى مشاكل تانية محتاجه طبعا تدخل. التدخل ما بقاش عباره عن اطارات مرطبه بس، بقينا نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزياده
عشان دي بتعمل التهابات متكرره في العين. ممكن نعمل حاجات زي سدادات للقناه الدمويه نحافظ على الدموع فتره اطول، نحاول نعوض المركب اللي ناقص في الدموع بتاعه العين بحيث ان احنا ندي فرصه اكتر ان اعراض الجفاف دي تقل. الهدف بتاعنا ان احنا مش هنلغي الجفاف 100%، ما فيش حد يقدر يقول انا عالجت الجفاف بنسبه 100% وخلاص خد الدواء الفلاني وانت او القطره الفلانيه وانت كده خلصت. لا، لازم نبقى فاهمين ان الجفاف ده عامل زي الضغط والسكر، انت هتمشي على علاج طول حياتك، بس مش عايزينك بدل ما تستخدم القطره كل ساعه يوميا ممكن تستخدمها مرتين ثلاثه في اليوم، اربع مرات في اليوم، تزيد او تقل على حسب انت سهرت ولا لا، تزيد او تقل على حسب انت تعرضت الحراره زي حراره البوتاجاز او في الصيف ولا لا، بس تبقى عايش حياه لطيفه. لكن انا اديك دواء واقول لك امشي عليه مده شهر وانت كده اتعالجت من الجفاف، الكلام ده مش هيحصل، عشان برضو الناس ما تتوقعش ان احنا وصلنا مرحله نعالج الجفاف نهائيا. لا، الجفاف حتى هذه اللحظه انا بشبهها بالسكر او الضغط، لازم تاخد العلاج. طول ما انت بتاخد العلاج بتسيطر على اعراض الجفاف او المرض نفسه، ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الاعراض دي تاني. الخلايا الزيتيه ايه؟ اللي هي ميبوميان جلاند، الخلايا الموجوده. انا بتكلم على اساس انت عارف بقى. انا عارف. لكن هو ميبوميان جلاند خلايا موجوده في الجفون، في الاربع جفون عندنا خلايا موجوده بتبقى ماشيه زي عواد الكبريت متوازيه مع بعضيها. ممكن اعتقد في صوره ممكن تظهر دلوقتي اهي، هنا هو دي متصوره، هنا هو دي الخلايا الزيتيه. المفروض الطبيعي تكون زي عواد الكبريت جنب بعضيها، لما تكون متلخبطه بالمنظر ده، ما فيش خلايا جنب بعضيها، اللون الابيض ده مش الخطوط دي مش جنب بعضيها بالظبط، تعرف ان انت عندك مشكله في الخلايا الزيتيه. وساعات كمان بتبقى في ضمور فيها، وبالتالي الافراز الدهون او افراز الطبقه الزيتيه بيبقى قليل جدا، وبيأثر على كفاءه الدموع وبيأثر على جوده الدموع اللي موجوده على سطح العين. السؤال بقى المهم، هل في درجات لجفاف العين؟ اكيد. دلوقتي بقينا نحدد درجات، تقول لك جفاف العين انت عندك جفاف العين الدرجه الفلانيه بسبب الحاجه الفلانيه ناقصه عندك. فهو الاجهزه دلوقتي بتختلف ما بينهم وبين بعضيها، لكن كلها اتفقت انها بتديك مؤشر، يقول لك انت عندك جفاف العين من الدرجه الاولى الثانيه الثالثه، او بيديها لك بنسبه، يقول لك انت عندك جفاف العين بنسبه 39%، لا بنسبه 45%، لا بنسبه 70%، او بنسبه 10%، او مفيش جفاف في العين، وده نادر طبعا يعني. درجه جفاف العين في اجهزه بتقيس دلوقتي حاليا؟ طبعا بتقيس وتقول لك المشكله فين بالظبط، عشان يبقى سهل في العلاج بتاعها. كنا الاول بنعمل زي ترايل اند ايرور، يعني ده منظر الخلايا هنا اهوت، ده الخلايا الزيتيه او الدهنيه، هنا مش مظبوطه قوي، المفروض تكون متوازيه مع بعضيها، هنا متلخبطه شويه صغيرين، عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر ساب الاخضر ودخل على الاصفر، ده معناه ان في عندنا مشكله هنا اهوت. الخلايا دي ما بنقدرش نعوضها، لكن بنحاول نعوض الافراز بتاعها اللي هي الطبقه الزيتيه دي، بنحاول نعوضها باستخدام اطراف معينه عشان تقلل تبخر، سرعه تبخر الدموع من العين. دايما الفرق بين عيون الشباب وعيون الناس كبار السن بتكمن في جعلها تحمر بدرجة أكبر، وإحساس الجفاف بيكون أعلى في كبار السن، لما بيحبوا يعملوا يعني واحد كبر ويجيبوه هو صغير وهو كبير، زي مثلا جرين مايل بتاع توم هانكس، هو صغير عين تمام، كبر في السن عين باين إنها عين عجوزة محمرة بتدمع، علشان فعلا درجة الجفاف بتزيد مع السن، برضو مع لخبطة الهرمونات خاصة في السيدات بعد سن اليأس، ممكن يحصل برضو جفاف في العين، بيبقى أكتر عرضة في السيدات أكتر منها في الرجالة. الكلام ده مظبوط 100%. ما عادش إذن الجفاف قاصر على كبار السن، على الشباب كمان، ده بنشوفه كتير جدا في الشباب بسبب الأسلوب المعيشي المتلخبط. احنا كنا زمان متعودين إن التلفزيون الساعة 9 بيتقفل بالليل بننام على طول، دلوقتي ما فيش طفل صغير الا ما يشكي بيقفل الساعه 12. لا ويا ريت بعد الساعه 12 ايه ده، احنا 11 او 12. لا احنا كنا بيطفي التلفزيون والنام. لا في الدراسه، ايام الدراسه نشر الاخبار 9 و2. توكل على الله. دلوقتي ما فيش حد بيجي لك، ما فيش اب وام بيجي لك ابنه اللي يقول لك عينيه حمراء ومش عارف اعمل ايه، هو عنده ايه، نقول له انت بتقعد على الكمبيوتر او الموبايل قد ايه، يقول لك ما بيسيبش الموبايل، ده بيقعد كمان بنخش عليه الاوضه بالليل ليه ماسك الموبايل هو نايم في السرير وعمال قاعد عليه. طب ما انت عايز ايه؟ طب ما لازم يبقى عنده جفاف وتبقى عينيه حمراء تاني يوم الصبح. فطبعا بنشوفها في الاطفال مش في الشباب بس، بنشوفها في الاطفال في جفاف في العين، وده كان حاجه كانت نادره جدا من زمان. انا عرفت بيجي لي جفاف في العين
بالموبايل المنايل والسهر طبعا. انا بقعد اقرا عليه. اكيد مش هتقدر تمنع الموبايل، اكيد دي ده حياتنا وده العصر بتاعنا، ما نمنعش الموبايل بس ممكن نقنن استخدامه شويه صغيرين. اولا بننصح لو انت بتستخدم الموبايل ريح كل شويه، يعني سيب الموبايل قوم اعمل اي حاجه وارجع تاني. لو انت هتقعد على الكمبيوتر نفس الكلام، ساعه وافصل وارجع تاني. مفيش ما اقدرش اقول لك ابعد عن الكمبيوتر احسن هيحصل وهيحصل، لا خالص. بس واستخدم الاطرات المرطبه وحاول تتجنب تيارات التكييف، ما تجيش مباشره على عينيك عشان بتساعد على حدوث الجفاف بتاع العين وهتضايقك في حياتك يعني. طبعا لو الموضوع بقى مزعج ومزمن اكتر من كده لازم يلجا للمشوره الطبيه من اقرب دكتور عيون، يقول له مشكله الجفاف فين بالظبط عشان يكتب له الاطره المناسبه اللي يمشي عليها طول حياته. بس تكنولوجيا رائعه وحييك على استخدامها، تكنولوجيا متميزه لغايه في القياسات في معرفه الاسباب. يعني انا عايز اوضح بس نقطه صغيره، ان الجفاف العين مش اهميته في كده بس، الجفاف العين بيفرق معانا كمان في عمليات الميه البيضاء وعمليات الليزك. الميه البيضاء دلوقتي مقاسات اللي احنا بناخدها، مقاسات العدسه اللي انا هزرعها جوه العين، لو المريض ده وعدته انه يقلع النضاره بعد العمليه المقاسات دي هتطلع متلخبطه تماما لو انا ما خدتش بالي من جفاف العين. جفاف العين هيديني مقاسات غلط، الجهاز هيقيس غلط، دي رقم واحد. رقم اتنين الليزك، لو انا ما خدتش بالي من الجفاف ممكن الجفاف، احنا عارفين الجفاف هيزيد اعراضه بعد الليزك، ففي درجه معينه من جفاف الليزك من جفاف العين لازم تتعالج الاول قبل ما نبتدي ناخد الخطوه اللي جايه ونعمل عمليه الليزك. اوقات كتير جدا بناجل العمليه سواء الميه البيضاء او عمليه الليزك بناجلها اسبوعين او ثلاثه عشان نعالج جفاف العين، علشان ده في مصلحه المريض من ناحيه المقاسات، من ناحيه جوده الصوره بعد العمليه، ويبقى كمان مستريح اكتر بعد العمليه. نورتني وشرفتني واسعدتني كالعاده. الله يخليك. نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وايبادات وموبايلات كتير. تفتكر حد هيسمع؟ عادش ولا انا اهو الموبايل اهو، مين حد بعت لي على الواتساب في جروبات 500 جروب انا فيهم. نورتني. الله يخليك دكتور. خليكم دايما مع الناس الحلوه. في ناس شايفة لسه إنه تجميل يعني بتاع الناس اللي ربنا فتح عليها، تمام، وده برضو في جانب من الصح، لأنه أكيد التجميل شوية بيكلف. أنا مثلاً لما يجي لي العيان بتاعي أو الكلاينت بتاعي عنده مشكلة ما في سنين، فأنا ببدأ أحط له خطة. ده اللي المفروض يحصل، إن الدكتور هو اللي يحط للعيان خطة. المفروض أتعامل مع مريض جاي لي هو بيقول لي لا السنتين دول بس اللي مضايقني إزاي؟ المفروض ان انا ابدا اشرح له، اقول له انت لو ما عملتش كذا وكذا 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 النتيجه هتبقى كذا. فكره الحشوات التجميليه ده تحايل على التجميل، هو بينفع في حالات بس قليله قوي، بس لازم انا ابقى امين مع العين بتاعي افهمه عيوبها. ايه عيوبها؟ ان هي ممكن تعمل بروز. انت الهدف الاساسي من الحشوات التجميليه ان انا ما اتدخلش خالص ولا المس اسنانك. الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. طبعاً حاجة نظيفة حاجة كويسة. نعم؟ لسه يكون عندي إيه؟ أسمع لها. تنظيف وتلميع. سؤال تاني معلش، إيه هو السمول ديز؟ عارف إنها صحية ومفيدة للإنسان طبعاً. إيه هو الرسوم؟ حاجة تخص الابتسامة صح؟ لا 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 مفيش الكلام ده. قول لي إيه؟ حاجات مش طبيعية محدش يثق فيها. لا 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 إحنا عندنا في الصعيد أي حاجة ما يعني مش للدرجة دي، مش الحاجات دي زيادة عن اللزوم يعني. في عندي ابني عمل تجميل أسنان. حتى لو أنت ماشي كل شيء تأكله. فحش يبقى عندي ولد سمايل خاص يعني. ربنا يرزقنا إن شاء الله الابتسامة الحلوة والفرحة الجميلة. لا أنا مدخن وبشرب شاي وقهوة وكده ف. والله عمليات التجميل دي بيعملوها الناس اللي هي فاضية يعني. بينتقموا منهم في الجامعة وبتلاقي عندهم الشعب بره. ف
فانا عن نفسي لو في سنه بايظه ولا حاجه بروح الجامع بمنال البلاز بس اقعد شهرين ثلاثه معاهم بقى. طبعا دي حاجه جميله ان الواحد يبقى اسنانه بيضه. اهلا بيكم، بحب اسمع كلام الناس الجميله بتاعتنا، بتاع الناس الشعبيين اللطاف المكافحين اللي بيشيلين مصر على اكتافهم الحقيقه، وجماء تلقائيتهم وخفه دمهم طبعا بتبان في التعبيرات. في ناس شايفه لسه انه التجميل يعني بتاع الناس اللي ربنا فتح عليها، تمام، وده برضو في جانب من الصح، لانه اكيد التجميل شويه بيكلف بس مش قوي، ممكن بالحرفنه والذكاء بتاع الدكتور وخطه علاجيه مظبوطه يتعمل وما يكلفش قوي، يعني يتعمل نظبط على قد ما نقدر يعني زي ما بيقولوا، ربنا يرزق الجميع. لكن خليني اقول لكم انه ما نزلنا في سنه اولى ثقافه، لسه الناس في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن تجميل الاسنان. تعبير هوليود سمايل ده تعبير مش دقيق، تعبير فعلا تجاري مباشر مش للتجميل، نسبة إلى يعني ما واحد يقول لك أنا عايز أعمل هوليود سمايل أنا عايز أجمل، لكن هوليود سمايل كهوليود سمايل يعني موضوع مش مهم تعرف تفاصيله قوي، لأنه ده شو شكل معين كان من أشكال الكاست أو التركيبة كده كان على السنان، وده ما أثبتش نجاحه، لكن هو تعبير ضمني معنوي يعني التجميل. هحكي لكم قصة سريعة جدا، قصة كريستي. كريستي روبرتس ديت عندها 27 سنة، اختلفت حياتها تماما لما عملت عمليه تجميل لسنانها تماما. هي ربنا يعني اراد انها تورث فلوس، خدت الفلوس استثمرت في ابتسامتها. بص ده استثمار ذكي، لانها بعد كده تحولت الى عارضه ازياء كوجه اعلاني يعني لاحد البراندز العالميه والمنتجات العالميه، وبقت خلاص هي موجوده في كل حته في العالم، موجودة في كتير من بلدان العالم بتقدر تسافرها، وكسبت قد اللي دفعته كتير قوي كما هي قالت استثمرت في ابتسامتي. تعالوا النهاردة نقرب من هذا المعنى مع ضيفي العزيز اللي بيحكي دائما بأسلوب مختلف، بيفتح نقاط ومواضيع مش متكررة كتير، بستمتع جدا بأسلوبه الراقي الرائع جدا اللي زي ما أنا بقول دايما دايما عليه مش اعتيادي وإن كان واقعي للغاية. ضيفي العزيز هو دكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور عبد الله. ازيك يا دكتور أيمن؟ منور، وحشتني والله. وأنت تعالى بقى يعني نبدأ حوارنا النهاردة بسؤال مهم جدا عن حاجة بتتكرر بنسمعها كتير، هي الخطة العلاجية. بنسمع الكلمة دي كتير قوي، فاحكي لي إيه هي الخطة العلاجية وأهميتها. الخطة العلاجية، أنا مثلا لما يجي لي العيان بتاعي أو الكلاينت بتاعي عنده مشكلة ما في سنينه، فأنا ببدأ أحط له خطة. ده اللي المفروض يحصل، إن الدكتور هو اللي يحط للعيان خطة. قعدنا فترة كبيرة قوي العيان هو اللي بيحط الخطة، يعني العيان بيجي يقول لك إيه، لو سمحت يا دكتور أنا السنة دي بس عالج لي السنة دي بس، لو سمحت يا دكتور أنا لا مش عايز أعمل كل أسناني، أنا عايز أعمل سنتين بس دول اللي مضايقني فهم دول بس اللي عليكم. لا يا دكتور معلش سيب لي الابتسامة اللثوية، سيب لي كل حاجة، أنا عايزة بس إيه سنة كده شكلها مش حلو زبطها لي شوية. فكان العيان في أغلب الأوقات هو اللي بيحط الخطة العلاجية أو التريتمنت بلان بتاعت العلاج. الفكرة إن أنا لما بخلي المريض أو البيشنت بتاعي هو اللي يحط الخطة بنوصل لنتائج صعبة جدا، وبتصعب على المريض وبتصعب على الدكتور إعادة المشاكل اللي حصلت بسبب الخطة العلاجية الغلط. فالخطة العلاجية دي هو السيستم أو الطريق اللي الدكتور المفروض يحطه للعيان عشان يمشي عليه. مين اللي يحطه، الدكتور ولا العيان؟ لا الدكتور. طب لو العيان رافض مثلا، لا أبدأ أن أنا أشرح له أكتر، أبدأ أن أنا أفهمه أكتر أو أوعيه أكتر بحيث ان هو ما يحطش نفسه في مشاكل في المستقبل مع سنانه. يعني مثلا احنا لو شفنا صوره زي اللي معروضه دلوقتي دي، الصوره دي ده عيان مهمل جدا في اسنانه، واضح ان هو مهمل ومش بيغسل سنانه وممكن يكون مدخن اي حاجه، بس هو مهمل جدا. في اسنانه دلوقتي تركيبتين معمولين، يعني انا عيان رحت للدكتور
قلت له لو سمحت السنه دي اتكسرت والسنه دي اتكسرت، التركيبتين هم واضحين اللي هم لونهم افتح شويه. افتح شويه. فانا رحت للدكتور بتاع الاسنان قلت له لو سمحت يا دكتور انا عالجلي السنتين دول بس. نتج عنه ايه كده؟ مين اللي وضع الخطه العلاجيه؟ اللي وضع الخطه العلاجيه هو المريض. طيب هو كده عمل السنتين دول بس وفضل شكل اسنانه بالمنظر ده. هل العيان ده هيبقى ليه نفس اصلا ان هو يغسل سنانه؟ ما انت عملت لي سنتين شكلي برضو لسه مش متغير، الدنيا لسه بايظه، وفي نفس الوقت انت حليت لي الحل اللي هو البسيط، انا جيت بقول لك السنتين وجعني قمت عاملهم لي. في الحاله زي دي انا لو مشيت العيان بتاعي بدماغه من غير ما اقول له انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا هنوصل لكده. هو مثلا مركب التركيبات دي نقول مثلا من 5 سنين، دلوقتي كل اسنانه بايظه. طيب انا المفروض اتعامل معاه ازاي؟ المفروض اتعامل مع مريض جاي لي هو بيقول لي لا السنتين دول بس اللي مضايقني ازاي؟ المفروض ان انا ابدا اشرح له اقول له انت لو ما عملتش كذا وكذا 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 النتيجه هتبقى كذا. ابدا ان انا على فكره يا دكتور ايمن معظم العيانين اللي يعني عيان زي ده، ده انت لو عملت له اسنانه شكلها حلو هيغسلها ويهتم بيها. اه طبعا هيغسلها ويهتم بيها حتى لو هو بالمنظر ده. لو انت مثلا جه بيقول لي لا طب والله السنه دي مسوسه وعملت له السنه دي بس، هيفضل هو هيبقى الحال كما هو عليه. احنا لو شفنا الصوره بعد كده بعد ما جملنا له اسنانه طبعا في حوالي من 4 ايام لاسبوع، الفكره كلها ان هو بدا يعني ده فولو اب بعد شهر او شهرين، هو بدا يهتم باسنانه وبدا يغسل اسنانه، بدا يغسل اسنانه بعد ما جملها. ليه؟ هو شاف وضع قديم ما بقاش مهتم بيه، ما اتحمسش ان هو ينظف اسنانه زي الصوره اللي قبله واللي بعد. الفرق بين قبل وبعد ان بعد الصوره اللي تحت الدكتور هو اللي حط الخطه العلاجيه. الصوره اللي فوق العين هو اللي حط الخطه العلاجيه. طب انت ممكن تسالني سؤال بسيط او انت ممكن تقول لي طب ما هو التكاليف الماديه مثلا او طبعا ماديه صح؟ طبعا وارد طبعا. طب ما هو عملها اهو، هو عملها بس عملها امتى؟ بعد ما اسنانه باظت كلها. لو انا كنت لحقته من الاول وعملت له خطه علاجيه واقنعته بيها، ما انا لازم برضه اقنعه، ما كانش دفع التكاليف دي وما كانش بقت الحاله صعبه قوي ان هي تتعالج زي ما كانت هنا كده. يعني الحاله دي خدت مجهود كبير قوي، احنا عملنا له دعامات في معظم اسنانه، حشو عصب في معظم اسنانه، وبعدين عملنا التركيبات، فخدت وقت وخدت مجهود. كده نسيبنا من الشق بقى بتاع الاسنان وتعويض الاسنان وكده. بص بقى للتجميل للسمايل بقى، نخش بقى في الحته اللي احنا بنحبها. لو شفنا الضحكه بتاعته اللي فوق هتلاقي السنان نازله تحت الشفه اللي تحت صح؟ طب بص في الضحكه اللي تحت السنان ماشيه مع الشفه اللي تحت، فده كده برضو مع الوظيفه. احنا بنعمل له كمان ابتسامه، حاجه يبقى شكله كله حلو، مش بس اسنانه شكلها حلو، انا عايز شكله كله يبقى حلو. فدي الفكره، ان انا ما ينفعش ان انا اعتمد ان البيشنت بتاعي او الكلاينت بتاعي جاي هو اللي بيحط لي الخطه العلاجيه، لازم انا اقنعه بالخطه العلاجيه بتاعتي. دايما في حوارنا مع بعض كنت دايما تذكر كلمتين وتكررهم، الوظيفه والتجميل او الوظيفه والشكل. كررتها اكتر من مره وكان في صراع بين الاثنين، وكان يعني انه في كونفليكت، في تضارب مصالح بين الوظيفه والشكل. ففي بعض الناس ممكن تفهم ان انا لما اعمل شكل ممكن ادمر وظيفه. هقول لك على حاجه، انت بتحب العربيات صح؟ اه طبعا. وانا كمان اكتر حاجه بحبها في حياتي العربيات. انا بحب حاجه اكتر من العربيات. ايه بقى؟ الخيل. ماشي، بس انا اكتر حاجه بحبها في حياتي العربيات، فهشرح لك على العربيات. لا انت لو بصيت للخيل هتحب الخيل اكتر. ماشي. اه نجرب. الخيل ده حاجه عظيمه جدا. الخيل ده مجرد ده ممكن يسحرك. هو اللي بيحب الخيل فعلا بيحبه بطريقه جنونيه. اه جنونيه. يعني اه حصان ده ماشي. الفكره كلها في حاجه، انا لما بروح لدكتور اسنان انا بشتري منه ايه؟ دماغه وتفكيره ووجهه نظره. مش انت بتشوف شركه عربيات مثلا ايا كان ايه، عشان ما نقولش اسامي، في شركه من الاول انا هعمل عربيه اقتصاديه صح؟ انا عايز عربيه تمشي وتوفر في البنزين، ومش عايز برستيج ولا عايز شكل ولا اي حاجه، انا عايز عربيه بتمشي. في شركه تاني مثلا بتبقى الشركات الالمانيه والانجليزيه يقول لك لا
انا مش هعمل عربيه عاديه، دي مش مجرد وسيله مواصلات، انا هعمل عربيه فخمه يونيك مميزه تدي للي راكبها برستيج، وهي كده كده بتعمل الوظيفه اللي هي بتمشي. ايه السهل؟ الوظيفه. يعني ايه الاسهل؟ الوظيفه. ده يودينا لحته حاجه اسمها فانكشن دريفن ريستوريشنز واستاتيك دريفن ريستوريشنز، هنشرحها. فانكشن دريفن ريستوريشنز يعني تركيبات او تعويض للاسنان يقود الوظيفه. استاتيك دريفن ريستوريشن يعني تعويض للاسنان يقود التجميل. الفكره كلها ان الاثنين هيؤدوا الوظيفه، لكن واحد فيهم هيؤدي للتجميل، واحد فيهم هيؤدي للتجميل والوظيفه. لو شفنا مثلا حاله زي دي، انت شايف ايه يا دكتور ايمن؟ سيبك من اي حاجه، هل دي عندها وظيفه ان هي تعد مثلا وتاكل كده؟ اه عندها الوظيفه. ما هي عملت تركيبات، هل عندها اسنان ناقصه؟ مفيش ولا سنه ناقصه، كل اسنانها موجوده. فاذا الوظيفه موجوده، اللي هي ايه الوظيفه؟ ان هي بتعرف تاكل. طيب ده كده فكر الدكتور، يعني الدكتور نفسه فكر ان انت جايلي في اسنان ناقصه، هعمل لك الوظيفه اللي هو هتعرفي تاكلي. ده فكر، يعني ده فكر الدكتور. في دكتور تاني يقول لك لا انا كده كده هخليها تاكل، ما هو حاجه بسيطه، الفانكشن الوظيفه سهله. الفكره كلها ان انا اخليها تعمل الوظيفه دي وهي شكلها حلو، زي ما هنشوف في الصوره زي دي مثلا. دي كده بص يا دكتور ايمن الصوره دي كده نفس الحاله على فكره اللي قبل كده، انت عامل لها شكل وعامل لها وظيفه، هي ما فيش اسنان ناقصه بس عامل لها شكل. انهي الاصعب؟ طبعا ان انا اعمل لك شكل. دي حاجه اسمها استاتيك دريفن ريستوريشنز، يعني التجميل هو اللي بيقودني، التجميل هو اللي بيقودني عشان اعالجك. بس احكي لي انت يعني صلحت ايه؟ انا صلحت حاجات كثيره. لو الصوره لا قبل دي يعني لسه مثلا كان فيها مشكله ضخمه، في صوره قبل وبعد مع بعض هتوضح لك قوي احنا عملنا ايه. بس التصوير هنا حلو قوي، احنا بس بعد كده ما تنساش تفكرني نقف قدام التصوير، لان التصوير هنا بروفيشنال. ماشي. بص يا دكتور ايمن، بص الحاله اللي تحت دي، هي الحاله اللي تحت هي اللي فوق، بص الصوره اللي تحت، بص حجم اللثه نازل قد ايه، وفي السنتين في النص مش نازل. هي دي صعوبه الحاله. ان هي انا لو عندي كل اللثه باينه متساويه هعرف اعالجها بسهوله. الفكره هنا ان هي عندها مناطق ما فيهاش لثه والجنب فيه لثه كتير قوي. دي عملنا ايه؟ دي عملنا حاجه اسمها فانكشنال كراون لينسنج، يعني شلنا من اللثه شويه، وبعدين قعدت 10 ايام، وبعدين بدانا نشتغل في التركيبات. يعني الحاله دي خدت وقت حوالي 15 يوم بالظبط، 10 ايام في علاج اللثه وخمس ايام في التركيبات. بص الفرق بين فوق وتحت، ده الفرق بين وجهه نظر الدكتورين. في دكتور وجهة نظره أنا عايزك تاكل بس، في دكتور تاني أنا عايزك تاكل وتبقى مبسوط. مفيش والمفروض إن أنت مش هتخسر حاجة. بالظبط، ما أنت كده كده هتاكل، يعني كده كده أنت عندك كل الأسنان. فالفكرة كلها زي العربيات بالظبط، أنا بشتري عربية عشان إيه؟ إيه وجهة نظر الشركة المصنعة؟ هي ده نفس المثال ده ينطبق على دكاترة الأسنان، أنا بشتري دماغه وطريقة تفكيره. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز تاكل بس تمام، ولا عايز تاكل وانت شكلك حلو وابتسامتك حلوه والدنيا عندك مظبوطه بس؟ فهي دي الفكره كلها. قبل ما انتقل للعضه، لمحطه العضه، لان عندنا محطه مهمه جايه، انا هكلمك على حته صغيره خالص في دماغ بعض الناس، اللي هي ايه؟ لو هو اسنانه طبيعيه بس في عيوب جماليه بس طبيعيه، ما راحش للدكتور قبل كده، فيها شوية عيوب كتيرة، فروقات، اصفرار، غمقان، عدم تساوي. في ناس كتير تقول له خليك بالسنان دي اللي هي شكلها مش حلو دي، بس انت بتأدي وظيفة، بتشتغل عندك سنان، لأنك لما هتروح للتجميل في مشاكل كتيرة هتجيلك. هل التجميل معاه مشكلات مصاحب بمشكلات؟ كتير قوي لو اتعمل غلط. ايوة، تجميل الأسنان لو اتعمل غلط دي هتبقى اوحش حاجه انت عملتها في حياتك وهتندم ندم عمرك. تجميل الاسنان لو اتعمل صح بطريقه مظبوطه ده هيبقى احسن قرار انت خدته في حياتك. انا بحكمها بنفسيه العيان بتاعي، انا بشوف نفسيته عامله ازاي بعد ما اجمل اسنانه، ونفسيته عامله ازاي قبل ما يجمل اسنانه.
وبشوف احنا معظم الحالات اللي بنعرضها بتبقى اعادات لشغل دكاتره تانيين، فهو بيبقى محبط وحالته النفسيه سيئه وما بيبقاش الثقه عاليه قوي لان هو جرب قبل كده. فالناس دي بنبدا الاول نلعب عليهم نفسيا الاول، احاول اطمنه، احاول اقول له ان شاء الله، حتى اقول له يعني ادفع فلوسك في الاخر خلاص بعد ما فاهمني، احاول ان انا اوصل له الفكره ان هو لا انت في حل، لان هو مر بتجربه سيئه فما بيبقاش عايز يجرب التجربه السيئه دي تاني ونطلع نتيجه سيئه. فالمهم ان انت تلعب عليهم نفسيا الاول قبل اي حاجه. خلق جسر الثقه ده شيء مهم بالزبط. جدا. العضه بقى اولا يعني ايه عضه؟ ثانيا العضه دي ممكن نظبطها بالتجميل، لانه في ناس كتير قوي عندها فكره ان العضه طالما في خلل يبقى نعمل تقويم. تقويم على طول. طيب في ثلاث انواع من العضه. حاجه اسمها كلاس 1 ده ال 90% من الناس، اللي هو الاسنان اللي فوق مغطيه الاسنان اللي تحت. طيب في عضه ثانيه اسمها كلاس 3 3 العضه اللي فوق داخله جوه عن العضه اللي تحت. الاسنان اللي فوق داخلين جوه، يعني اللي تحت بارزين اكتر من اللي فوق. في حاجه اسمها ايدج تو ايدج بقى. ايدج تو ايدج دي الاسنان بتخبط في بعض. ودي اوحش حاجه. في عضه تانية اسمها كلاس 2 الاسنان اللي فوق مرحله بعيد قوي عن اللي تحت، عامله اوفر جيت. انهي اصعب عضه فيهم اللي انا بخاف منها دايما؟ الايدج تو ايدج، ان السنان تفضل تاكل في بعضها. ده بيعمل لي ايه؟ ده بيكسر الاسنان، بيخليك دايما مصدع، دايما عندك مشاكل في التي ام جي في المفصل بتاع الفك، لان الاسنان عماله تاكل في بعض فبتقصر فبيأثر على المفصل. طيب علاج ده ايه؟ لو شفنا مثلا صوره زي دي، ده اسنانه بتخبط في بعض ايدج تو ايدج، معظم الاسنان اتكسرت. طيب انت هتعمله تقويم تظبط له العضه، وبعد التقويم هتعمله تجميل. طب ما انت ممكن تعمله تجميل من الاول يحل لك المشكله دي كلها من غير ما تقعد السنه ولا السنه ونص بتوع التجميل، خصوصا ان اسنانه محتاجه شغل. انت لو بصيت على اسنانه كلها محتاجه شغل. ده نتيجة لإيه؟ ده نتيجة للسؤال اللي حضرتك سألته لي في الأول خالص، مين اللي حط الخطة العلاجية؟ العيان ولا الدكتور؟ هنا العيان بيروح يقول له احشري الضرس ده، احشري السنة دي. إنما لو سبت الدكتور يشتغل لك الحالة بتاعتك عشان تعيش بيها طول عمرك مرة واحدة، هيبقى النتيجة غير كده خالص. دي الحالة بعد العضة مظبوطة وشكله حلو. فأنا هنا ظبطت العضة عن طريق التجميل. دي كده كلاس 1، الأسنان اللي فوق مغطية تماما الأسنان اللي تحت. الحالة لو شفناها قبل وبعد مع بعض، فوق بيخبطوا في بعض ايدج تو ايدج، حاجة بتضرب في حاجة، تحت خلاص اللي فوق مغطيين اللي تحت، فالدنيا اتظبطت بالتجميل في خلال 4-5 أيام. هكلمك بقى، هلبس الثوب الأبيض لطبيب الأسنان وأعمل نفسي دكتور سنان بقى وأقول لك إيه رأيك بقى دكتور يا زميل في الحشوات التجميلية؟ ليه انا بحس دايما ان انت بتهاجم الحشوات ابدا؟ ليه ده هي مصدر شغل ناس كتير، وناس شغل كتير شغلها قائم على الحشوات ده بقى، مسمينها بوليوود سمايل. بوليوود سمايل بقى دلوقتي مسمينها بوليوود سمايل. اه هيزعلوا بتوع بوليوود. فكره الحشوات التجميليه ده تحايل على التجميل، هو بينفع في حالات بس قليله قوي، بس لازم انا ابقى امين مع العيان بتاعي افهمه عيوبها. ايه عيوبها؟ ان هي ممكن تعمل انت الهدف الاساسي من الحشوات التجميليه ان انا ما اتدخلش خالص ولا المس اسنانك. يعني لو انت عايز تجمل السمايل بتاعتك من غير ما تبرد الاسنان او من غير ما تحف الاسنان، بعمل لك حشوات تجميليه على اسنانك. هو ده السبب ظهورها، ان العيان بيجي يقول لك لا انا مش عايز حد يلمس سنيني، تعرف تجمل لي على كده تمام، ما عجبنيش اشيلها. طيب لو اتعملت بالطريقه دي، لو اتعملت بالطريقه دي هتسبب مشاكل كتير لا حصرة لها، اهمها عيوب مشاكل في اللثه كتير جدا. انا بالنسبه لي حاجه اسمها ريكارنت كيرس، بتسوس تاني تحتها، بتغير لونها، بتتكسر، ضعيفه، كل دي مشاكل. احنا لو شفنا حاله زي دي، دي عامله حشوات تجميليه، ده كده بعد سنه اولا رميت فلوسي في الارض، ثانيا اسناني سوست تاني، ثالثا الالوان اختلفت تماما، لان الحشو
بياخد الصبغه بتاعت بشرب سجاير بشرب نسكافيه بشرب قهوه كل ده بياخد صبغه في الحشو. طيب الحاله دي كده اضطرت ان هي تعيد الكلام ده، لا اما تعيده حشو تاني تقعد تعيده كل سنه، لا اما تعمل فينيرز الاي ماكس او الالترا ماكس تقعد بيه طول عمرها تريح دماغها من اي حاجه. عشان كده انا مش بحب الحشوات التجميليه الا في اضيق الحدود، يعني خلاص بقى اسنان داخله لجوه قوي سنتين مثلا عايزه اطلعهم حاجه بسيطه قوي كده ماشي وابقى مفهم العيان على مشاكلها. انما الفرق بين الحاله دي قبل وبعد الفرق شاسع جامد قوي بين الفينيرز الاندايركت اللي هي بتتعمل في اللاب في المعمل بالمقاسات وبين الحشوات التجميليه، الفرق بينهم كبير قوي ويستحق ان انا يعني انا ليه اقعد كل سنه اعمل في سنين، انا عايز اعملها مره واحده في حياتي. فرق مهول في الشكل واللون، اللون ده مش هيتغير طول عمره، يعني فرق رهيب. طيب انا وانا بتكلم مثلا او بسمع حوارات عن التجميل، تجميل السنان بالذات، تسمع جمل كده فيها نوع من يعني ايه التركيز، الكلام ده بتشوفه على السوشيال ميديا وبتشوفه في بعض الحوارات، يعني اللي هو ايه حد بيتكلم بيأكد على الماتيريال في التجميل ويديك انطباع ان الماتيريال دي هي البطل، لو انا عملت بالماتيريال دي يبقى انا تمام. في ناس تانية تتكلم قوي على السيرك، تتكلم على الاجهزه، ترجعنيش لايام زمان بقى. لا ده لازم ارجعك، ما في ناس ثالثه تقول مثلا لا الموضوع معتمد على السمايل ديزاين، يعني انا برسم ازاي وبحط والابعاد وبتاع والكلام ده كله. فرايك ايه العامل الاكثر اهميه في انجاح عمليه التجميل؟ هي باكج. انا بروح بختار وجهه نظر دكتور في الحياه عموما، يعني هو وجهه نظره انا بيزنس مثلا، وجهه نظر الدكتور ده لا انا عايز انا اصلا مش بعرف اعمل تجميل بس هقول لك انا بعمل تجميل. في دكتور تالت لا انا عايز انا ليا فكر مثلا قديم شويه انا هعمل لك اسنانك النهارده سريع السرعه. هي وجهات نظر. طب انا بغير في شكلي، ما هو الاسنان دي بتغير في الشكل. انا لازم ابقى وانا بختار دكتور تجميل اسنان ده يعني اموت نفسي في التدوير وابص على حالاته وابص على الفيديوهات بتاعته، اقعد اتابعه كده شهر قبل ما اروح له. دي مهمه قوي، اتابعه شهر على الاقل خالص. انا بالنسبه لي اهم عامل في نجاح تجميل الاسنان تقبل اللثه بتاعتك للتجميل ده. لو اللثه بتاعتي مظبوطه سيبك من اي حاجه تانية. ما تقوليش على فكره لو شفنا صوره زي دي الماتيريال فوق هي الماتيريال تحت، الاثنين اي ماكس. بص اللثه تحت عامله ازاي وبص اللثه فوق عامله ازاي، دي ملهاش علاقه بالماتيريال. الخامه ما هو مش الدكتور هو اللي صنع الخامه، الخامه دي الماني او سويسري او امريكي، انما الدكتور هو اللي اشتغل الحاله هو المسؤول عن ان الحاله ما تطلعش. سيبك من الشكل الجمالي خالص، بص للثه. يعني اكتر عامل يبين لك الشغل ده مظبوط ولا لا تقبل اللثه للتركيبه. انت بتدي لجسم الانسان حاجه هيتقبلها ازاي؟ طب الدكتور هنا عمل ايه في الحاله في الصوره اللي تحت؟ هي المفروض محتاجه جامي يعني محتاجه تشيل من اللثه، اما هو عامل ايه؟ شال من اللثه من غير ما يشيل من العظم اللي تحت وعمل تركيبات، حصل اللي انت شايفه ده، اللثه كبرت تاني وغطت التركيبات عملت التهاب. طيب المفروض الحاله دي هي كده دفعت مره. طب انت دفعتي مره واسنانك طلعت بالشكل ده، ده التهاب في اللثه ده على فكره بيتعالج في وقت كبير قوي. اصعب ارخم حاجه في في القصص دي كلها اللثه، ارخم حاجه. التركيبه لو مش عاجباني غيرها. طب اللثه لو باظت هقعد اصلحها، هتقعد تتعالج؟ تعالجها. اقعد بقى مع اللثه عليك. ف انا بالنسبه لي اهم عامل لنجاح التجميل هو تقبل اللثه للتركيبات، هو ده العامل اللي انا ادور عليه كويس قوي. مش بتكلم على اول اسبوع ولا اول شهر، انا بتكلم على اللونج ران، يعني الحاله دي عامله التجميل ده بقى 4 سنين. فانا لازم ابص على اللثه بتاعت الدكتور ده عمل اللثه ازاي وازاي التقبل اللثه للتركيبه اللي هو عملها، اقدر احكم هو الشغل ده مظبوط ولا مش مظبوط.
عندنا ثلاث محطات، هتجاوبني على كل محطة وهتعلل في سرعة شديدة. ماشي. المحطة الأولى أبيض أسود أم رمادي؟ البنت بتقول هتعملي تجميل لازم كل صحباتي وكل الناس واي حد يشوفني يبقى عارفة ان انا عملت تجميل في اسناني، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ رمادي. هو احنا بنعمل تجميل بس انا عايزك يبقى شكلك حلو وعايز يبان ان انت مجمل سنانك برضو. في ناس لان ده وضع اجتماعي دلوقتي، انا عامل تجميل اسنان بس مش عايز اللي يشوفني يشمئز مني، مش عامل له لون ابيض فاقع اول ما يشوفني ايه اللي انت عامله ده، لا انا عايز اللي يشوفني يقول الله انت اسنانك حلوه قوي وضحكتك حلوه قوي، انت عامل اسنانك فين؟ هو ده اللي انا عايزه. في ناس تانية تقول لك لا انا هجمل بلون الاسنان، طب ما انت كده ما عملت له ايه يعني، لا انا عايز افتح اللون شويه بس بطريقه طبيعيه كمان. المحطه الثانيه جاني متهم ام بريء؟ من يروج لعمله في عالم تجميل الاسنان بانه لا يقوم باي برد للاسنان في حاله التجميل، متهم ولا جاني ولا متهم؟ متهم قوي. جاني. لا انا متهم، ودي ارخم حاجه حصلت الفتره اللي فاتت هي طريقه الدعايه بمعلومه غلط. بمعلومه غلط قد تبدو للعيان ان الراجل ده عنده ضمير قوي وانا خايف عليك قوي واوعى تبرد اسنانك ده هنخش النار. فالطريقه اصلا بتاعه الدعايه مقرفه قوي. بس محطه التالت وشك ام يقين؟ قول احدهم انا حالتي صعب معها اي حاجه، انا اسناني في حته بايظه بعد العلم بشويه، وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم. انا وريتك دلوقتي شويه حالات فعلا الناس كانت فاقده، يعني بيقولوا انا انت هتصلحني فعلا يعني انا هعيش طبيعي؟ اه لا مفيش مستحيل. بما انك بتحب الافلام ادعوك لمشاهده فيلم هيعجبك جدا اسمه فيراري فيرسس فورد، اكيد شفته. لا. فورد فيرسس فيراري كانت صراع مش موجود بين شركتين مشهورين جدا اللي انا قلتهم دول، وفي الحوار بتاع الصراع ده في السيناريو الفيلم، الفيلم ده خد جائزه اوسكار على فكره، في حوار رائع جدا كانت شركه فورد عايزه تشتري فيراري فقعدوا مع المبتكر والرائع فيراري نفسه، قعدوا معاه في الخمسينات الكلام ده حصل او في الاربعينات، فقال لهم جمله لطيفه جدا، قال لهم انتوا بتعملوا العربيات كم؟ انا بعمل كل عربيه لانها جزء مني، يعني بتصميمي للعربيه مختلف، وفعلا فرق كبير جدا بين الاثنين. فده المعنى الهام في الجمال. بالظبط. الجمال شيء في الانسانيه عبر العصور كان له معنى مهم جدا، الفرق في الناس اللي بتعمل بيت بشكل جمالي وبتقعد فيه في سنين طويله، يعني انا بتفكروا كده يوسف وهبي الله يرحمه، من عشاق يوسف وهبي على فكره، ارى انه واحد من الاعظم في عبر تاريخ، مش انا بس كل الناس عارفه كده، قعد يبني في بيته 15 سنة، هو كان بيعمل حاجة جبارة يعني، التجميل. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايت الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من بي دي سي بإنجلترا، نورت الناس الحلوة وأبدعت كالعادة. حوار مختلف دائما، ممتع جدا، علمي جدا وصريح للغاية، بس في الناس الحلوة. لاحظنا ان في حوادث كتير زادت قوي الفتره الاخيره، عمليات العمود الفقري عمليات معقده جدا وكبيره جدا ومشاكلها برضو كتيره، لانك انت بتتعامل مع تركيبات كتيره ومختلفه وحاجات صعبه. يعني في بعض البلاد على مستوى العالم يقول لك ما ينفعش نعمل عمليه في العمود الفقري سواء تداخليه محدوده ولا عمليه كبيره من غير ما نعمل تثبيت للفقرات. اهلا بيكم، النهارده حوار من طراز رفيع، النهارده حوار ممتع للغايه في عالم جراحات المخ والاعصاب. بس خليني اقول لكم على حاجه مهمه قوي عايز اقولها لكم لاني بفكر فيها طول الفتره اللي فاتت دي.
لاحظنا ان في حوادث كتير زادت قوي الفتره الاخيره، ولاحظنا ان الحوادث دي زادت في مكان واحد، يعني اكيد دي ظاهره غريبه، وهو طريق السحل. حوادث زادت في المكان ده، يعني مش زادت على مستوى مصر كلها، لا دي زادت على طريق السحل. إذن ففي ظاهره مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هذا الطريق مش الطريق نفسه، الماشيين عليه عندهم مشكله. في رايي اولا الحوادث دي ممكن تعمل مشاكل العمود الفقري، ممكن لا قدر الله يحصل يعني حادثه قويه جدا فتؤدي بالوفاه، او حادثه متوسطه القوه فتؤدي الى مشكله، زي مثلا انه يكون في كسر في فقره، يكون في انزلاق غضروفي، ساعات حادث بسيط يعني خبطه بسيطه تعمل مشاكل في الغضاريف في المنطقه العنقيه. بس انا رايي انه لازم الناس تنتبه جدا. اولا التهور في السواقه في الحته دي اكيد في مشكله، ان انا رايح اجي بقى بسرعه عشان اوصل لاصحابي، الكلام ده غلط. وكمان باين قوي انه ربما يكون كتير من الحوادث مرتبطه ب ان الناس قعدت 3 4 ايام في الساحل او اكتر ما بتنامش كويس، وهي راجعه بعد عدم النوم الكويس، او هي رايحه كمان، ما الناس ساعات بتطبع عشان تسافر، يقول لك انا ما نمتش بقى طول الليل عشان امشي او اروح بدري. فعدم النوم اكيد بيعمل عدم تركيز، وده بيؤدي الى مشاكل كبيره جدا في السواقه. كمان الرطوبه ونقص الاكسجين الموجود مع الرطوبه في الفتره دي اكيد بيأثر على التركيز. ده عوامل مهمه لازم ناخد بالنا منها. مش هقول اكتر من كده، لانه انا في رايي طبعا انه في عوامل تانية زي ان الطريق ضلمه، الطريق ما فيهوش اضاءه كافيه، مش عارف ايه، دي حاجه. لكن ما هو في طرق كتير جدا ما فيهاش. طبعا التهور بقى والمنظره اللي الناس بتعملها، مش بقى في الساحل، في اي حته، ناس بتشغل وهي ماشيه بالتليفون المحمول، ما هدف السواقه، لا ده انا هوريكم بقى، ده ناس بتشغل وهي ماشيه فبتقع، وقعات جباره، واحد ماسك التليفون يروح جاي نازل زي ما انتم شايفين، يجي له كسر لا قدر الله. الانشغال برضو على طريق الساحل وفي كل حته بالموبايل، انا بشوف ناس سايقه، انتم شايفين ناس ماشيه وبتتخبط، لا ناس سايقه وماسكه الموبايل كده وعماله حطاه على ودانها ولا شايف اللي حواليه ومرتبه للموبايل ده. في ناس بتعمل تكستنج، يعني يبص يشوف رساله جات له، يبص انا جاي على الطريق اهوت، يكتب الكلمه وهو سايق، كارثه طبعا. والحادثه بتحصل في ثانيه يا جماعه، وممنوع منعا باتا الموبايلات. طبعا اخونا ده اللي ماسك الموبايل عمل ده، ولع في المكان يخرب بيته. النهارده حوار مهم جدا، انه ارجوكم من الحوادث، لانه كتير من حالات العمود الفقري ومشاكل العمود الفقري بيحصل نتيجه حادثه. فارجوكم خلي بالكم من حكايه الحوادث دي. ضيف النهارده هو قمه علميه كبيره واسم كبير وجراح، طبعا مصر كلها بتسعد بيه، واحنا بنسعد جدا بقبول دعوتنا، استاذنا استاذ جراحه المخ والاعصاب الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي. اهلا بيك يا استاذ، ده ايه النور ده؟ اهلا بيك دكتور عيون. كتير من المشاكل اللي بتجيلكم حادثه. ده كتير، يعني هو الايام دي نسبه الحوادث فعلا زياده، وفي الحمام السباحه برضو في كل حته، بس يعني بس كسر العمود الفقري في حمام السباحه ده وارد. فتره الصيف بيبقى فيها الحركه كتيره، والسباحه والبسينات والحاجات دي كلها، اصابه ان واحد بينزل بيخبط، حتى خبطه الميه مش لازم يخبط في الارض، لو نازل مش بطريقه كويسه وحصل الرقبه، يعني اصل انت عارف لازم عشان ينزل يحصل حاله انحناء للرقبه كده عشان يقدر ينزل الميه كويس، لو العكس بقى حصل راسه مفروده كده لورا فبيحصل سبلاش انجري، اتخبط خبطه دي اتقلبت لورا تفك الفقره على طول وتكسرها او تشرخها، فبالتالي لو الفقره اتحركت ممكن تصيب العصب وممكن تسبب شلل رباعي. الحقيقه حوادث الطرق دي من الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها وبنقول ان هي زياده علشان التهور بتاع الناس في السواقه، زياده عشان سوء الخدمات اللي على الطرق، والطريق تلاقي فجاه عربيه نقل طلع عليه، تريلا طلع عليه، جرار زراعي، يعني ومش لازم طريق الساحل، هو الساحل احنا مركزين معاه علشان اللي معظمهم بيبقوا من المشاهير اللي هم الاصابات اللي هناك فبيتناولها الاعلام، لكن في كل الطرق بيحصل هذا الكلام. طبعا رد الحركة، ودي مشكله. كورنيش اسكندريه لازم الناس تفهم في اسكندريه، واللي بيروح اسكندريه واهل اسكندريه، ان كورنيش اسكندريه ده شارع احنا مزدحم، احنا مش طريق سريع، لا نتبع القانون ولا نتبع قواعد المرور، وما بنعرفش يعني ايه نعدي من مكان عبور المشاه، ولو جيت تقول لحد كده بيأوحك ويجادل معاك، ويعني
كانك انت من كوكب تاني. ما فيش عربيه بتعدي عربيه الاكروبات اللي بتحصل في الطريق. لا 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 بهذا الشكل. لازم في ثقافه، لازم في يد من حديد تضرب على اي حد مخالف طبعا. وبتلاقي اللي جاي عكسي في طريق ماشي كده يعني. لا الولاد المتهورين او الشباب او اي حد متهور بيسوق بجو اللي هو نظام البتاع ده لازم على طول وقف غرز حبس. ما هو فين الكلام؟ لازم ما بيحصلش، لازم بسرعة لأن ده ضرر وده بيموت ناس. وعلى الكباري الرئيسية في 6 أكتوبر وغيره بتلاقي فرح وشقلبة ظابط شاب موتوسيكلات عكس الطريق، حاجات مسيئة جدا. المهم في الآخر إن في ضحايا بيقول هذا الكلام، وإحنا عندنا معدلات الإصابة النهاردة في الحوادث بقت عالية الحقيقة، لكن مشاكلنا العامة بقى في العمود الفقري منها الحوادث ومنها غير الحوادث وطبيعة العمل والوزن الزيادة والشغل الكتير، لأن العمود الفقري الحقيقة هو شيال حمال الأسية. يعني إحنا في البداية في الانترو الجميل بتاع الحلقة بنتكلم على أن ناس بيجي لها غضاريف وتعمل عمليات ويرجع لها غضاريف تانية، يعني اللي إحنا بنسميه الغضروف المرتجع. موضوع كبير جدا ومهم جدا، يعني الدخلة بتاعت الموضوع ده دخلة قوية جدا. طب خلينا نبدأ بالدخلة دي، يعني إيه غضروف مرتجع؟ هو الغضروف المرتجع يعني انا جالي غضروف وتعاملت معاه سواء بالعلاج الدوائي او التدخل الجراحي ورجع رد عليا تاني الاعراض بتاعته، ولو جيت اعمل اشعات وابحاث اجد ان الموضوع فيه غضروف تاني يا اما في نفس المكان يا اما في مكان اخر. واخد بال حضرتك؟ وده حاجه خطيره جدا. يعني احنا دايما بنتكلم بنقول وجود الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري ده وارد انه يحصل مع طبيعه العمل والقعده المكتبيه او الشيل او الحط او ست البيت اللي في البيت اللي هي بتشيل او تبقى واقف في المطبخ طول اليوم وبترفع مرتبه بترفع انتري بترفع كنبه بتشيل، الكلام ده كله بيؤدي الى في الاخر ان الغضروف بيمرض، والغضروف ده جزء من تركيب العمود الفقري الحي الدقيق جدا الحساس جدا، مع كتر الحمل عليه بيبدا يتاكل الغضروف. هنا بدأنا ندخل فيما يسمى انزلاق غضروفي أو أعراض عرق النساء أو أعراض بداية الغضروف، كل ده في مرحلة بدري قوي يعني ممكن تتعالج، والعلاج الدوائي يجيب معاها نتيجة، الحزام يجيب معانا نتيجة، الراحة، العلاج الطبيعي، الحاجات دي كلها ممكن تساعدنا جدا. الموضوع تطور بقى، يعني سيبنا الغضروف فترات أو بنشتغل شغل تقيل جدا أو خبطة أو وقعة أو مطب أو حادثة، الغضروف انفجر وخرج بره وضغط على العصب، دخلنا فيما يسمى انزلاق غضروفي. طيب 80% من الغضاريف اللي غير منفجره ممكن تتعالج. طب لو غضروف منفجر لا ده ملوش غير عمليه، خلاص بقى الموضوع منتهي لكده. طب دخل عمل عمليه وبعد العمليه الامور اتحسنت معاه فتره من الزمن شهر 2 3 6 اشهر، بعد كده بدات الالام ترجع تاني يحس بيها، الوجع اللي في الفخذ، الوجع اللي في الظهر، الوجع اللي بينزل في رجله، حرقان، تنميل، خدلان، تقل، النشر شغال بالليل بالنهار، الالام دي كلها ممكن يبدا يحس بيها مع التغيير في كتله العضله بتاعه رجله، بدات رجله تخس، بدات رجله ما تشيلوش، بدا يتكعبل في السجاده، بدا السلم ما يقدرش يطلع كويس، بدا النزول بتاع السلم يبقى اصعب من الطلوع بتاع السلم، كل دي اعراض تقول لك ان في مشكله في العصب والعضله. يعمل اشعات نلاقي الغضروف رجع يا اما في نفس المكان يا اما فوقيه او تحتيه. طيب ايه القصه بقى، ليه رجع الغضروف؟ دايما الانزلاق الغضروفي المرتجع موضوع كبير جدا وموضوع مؤلم نفسيا، لانك انت عشان تحله اول مره كانت صدمات نفسيه وزعل وعياط وحزن ودخل اوضه عمليات، طلعنا من اوضه العمليات امل بقى ان انا خلاص العمر كله هفضل كده، لكن انا رجعت بنفس اللي انا كنت بعمله في الاول، الشيل التقيل، القعده الغلط كتيره، ركوب العربيه والمطبات الفظيعه جدا اللي ممكن ياخدها، الوقعة أو خبطة أو سقوط رأسي تحميل كده على العمود الفقري، كل ده ممكن يؤدي إلى الغضروف رجع تاني. عشان كده بقى بنرجع للأول، هو إيه اللي يخلي الغضروف ما يرجعش؟ يعني إحنا عملنا عملية مفروض الغضروف ما يرجعش، طب أنا عامل عملية، وإحنا عندنا هنا يعني في مصر وفي العالم العربي مبدأ إن اللي عمل حاجة مرة مش مفروض ترجع ليه تاني. يعني هو المرض زي قطعة غيران غيرتها مش مفروض تبوظ، انا دخلت عملت انزلاق غضروفي ما ينفعش يجي لي غضروف تاني. لا ينفع، انا في الضمان، ينفع يجي غضروف تاني، ممكن العيان يقول لك انا في الضمان. ايوه ده حقيقه. وفي ناس بتقعد سنين وترجع يقول لك ده انا راجع للغضروف عشان العمليه كانت غلط. يا عم امال انت كنت ماشي ازاي لما كانت العمليه غلط من الاول؟ الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان احنا العمود الفقري بتاعنا له قوه وطاقه على الاحتمال انت بتتعداها او بتتخطاها، فبتبدا الاعراض بتاعتنا بتبدا تظهر.
لما بيجي غضروف ونعالجه من بدري الامور بتتحل، لكن لما بنسيبه سنه واثنين وثلاثه الغضروف بقى بيجيب غضروف فوقيه وغضروف تحتيه، بقى الغضروف اثنين او ثلاثه، تدخلت حل الموضوع شلت غضروف واحد، طب ما في اثنين عندي بادئين، ما لو شلت ثلاث غضاريف الظهر بقى ضعيف. وفي الجراحه العاديه ما كناش بنبدا يعني الفكر بتاع تثبيت الفقرات او تركيب وتقويه العمود الفقري، تركيب دعامات في الظهر وتقويه العمود الفقري، ده فكر حديث جدا ومش كل الناس الحقيقه ماشي عليه. يعني في بعض البلاد على مستوى العالم يقول لك ما ينفعش نعمل عمليه في العمود الفقري سواء تداخليه محدوده ولا عمليه كبيره من غير ما نعمل تثبيت للفقرات او تركيب بديل للغضروف، ان انا اشيل غضروف اركب غضروف بديل او اركب مسامير وشرايح او اركب دعامات او ايفر اللي انا هعمله لازم يبقى فيه نوع من تقويه العمود الفقري، لان لقوا ان الناس اللي عملت عمليه وارد بنسبه 60% في اول سنتين يرد الغضروف تاني، ودي نسبه كبيره جدا. طيب لما تركب التقويه او الدعامات او الغضروف البديل وجدوا ان هذه النسبه بتقل تماما الى تصل الى 5 الى 10%، يعني 5 الى 10% ممكن يرد عليهم الغضروف. اه في امريكا الاحصائيه كم؟ الاحصائيه 15% من كل الجراحات اللي بتتم في العمود الفقري في خلال سنه ممكن ترد تاني. الكلام ده موجود في الكتب وموجود في المراجع العلميه، يعني مش بنقوله كده بنحلي بضاعه زي ما بيقولوا، لا خالص، في العالم كله هذا الكلام موجود. تزيد النسب او تقل على حسب التكنولوجي اللي انت بتستخدمها والريهابيليتيشن او التاهيل بتاع المريض بتاع العمود الفقري بعد كده، لان المفروض انا باهله اقول له بعد كده بقى الشيله الثقيله لا، الوزن الزياده لا، العظم الضعيف تعالى نقويه، عندك هشاشه تعالى نعالجها، في مشاكل في التمثيل الغذائي، الغده الدرقيه عندك نشطه، السكر ملخبط، الضغط مش عارف ايه، الكالسيوم ضعيف، الفيتامين د الواطي، كل الكلام ده كله لازم بعد العمليه لازم نعمل له تصليح واخد حضرتك علشان نحصل في الاخر على نتيجه، لان انا النهارده بعمل عمليه وبتعرض للعمليه وعلى امل ان انا بعد كده خلاص بقى ابقى بين فري او اقل ما يمكن ان الالم يقل. لكن اللي انا عايز اقوله بقول ان دايما مشاكل العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر مواضيع كبيره ما هي صغيره ومفروض ما نستهينش بيها. ولما المريض بيروح لدكتور او اتنين يقول لا 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 العمليه بسيطه جدا وده كلمه ونص وبتعدي بتاع، الامور الحقيقه مش كده. يعني عمليات العمود الفقري عمليات معقده جدا وكبيره جدا ومشاكلها برده كتيره، لانك انت بتتعامل مع تركيبات كتيره ومختلفه وحاجات صعبه يعني. لكن في وجود التكنولوجي الحديث والعلم الحديث والخبره العاليه بتاعه الجراح يقدر يقلل من المضاعفات مش يمنعها، لان على مستوى العالم في مضاعفات للجراحات موجوده، يعني في بتعمل في امريكا، اتعمل في المانيا، اتعمل في فرنسا، ويبقى داخل ماشي على رجله ويطلع على كرسي بعجل، عندهم هذا الكلام، مش يقول لك اصل الدكتور اللي مش فاهم. اه موجود، بس بنقول ايه، كل ما بتبقى حريص مع المريض تنتقي المريض بالظبط كويس. يعني المريض لو عنده مشاكل ما ينفعش تتحل ما تعملش عمليه، طب هتسيبه بألمه؟ اه ياخد بقى علاج بقى للالم. ما هو لان العمليه مش هتقدم خلاص، لان العمليه في الاخر النتيجه بتاعتها مش هتبقى مرضيه له. اه وهو اول واحد هينتقد الجراح، طب عمل العمليه ليه اذا كان الالم بينه؟ طيب انا عملت عمليه والمريض بقى كويس شهر واثنين وثلاثه، خلاص بقى العمليه كويسه، طب حضرتك رجعت تشيل وتنتع تاني على ظهرك وعلى كتفك او مطبات او ما بتريحش او قاعده مكتبيه بالعشر ساعات وبال12 ساعه وجاي تشتكي تاني انك تقول ان انا عندي الم؟ وارد طبعا هيجي لك الم، لان هو الظهر فيه 25 غضروف في ظهرك، زي ما غضروف باظ ممكن يبوظ غيره. ودايما احنا لما بنقول الام العمود الفقري، يعني مثلا لو جال غضروف في الرقبه وعالجته، لو جال غضروف في فقره تانيه في الرقبه ما هيدي نفس الاعراض اللي هي الوجع اللي في الرقبه في الكتاف والتنميل والخدلان والتقل اللي في الايد، ومش قادر امسك الكوبايه ومش قادر امسك المعلقه ومش عارف البس الجاكيت ومش عارف ست البيت، شكوى كبيره جدا، يقول لك مش عارف اربط الاشارب بتاعي، مش عارف البس الطرحه بتاعتها، مش عارف تلبس الفستان بتاعها. ده كل ده يؤدي الى ايه؟ الى معلومه ان انت عندك مشكله هنا في العمود الفقري وفي الفقرات. طب النهارده في حزمه من الاسئله، الاسئله دي اسئله جمهور مباشر، تمام، والجمهور له دايما لغه مختلفه عن اسئلتنا، يعني بيحكي ممكن يركز على نقطه هي دي اللي في دماغه قوي. تمام. فاول سؤال بيقول عندي الم شديد في اسفل الظهر وينتقل الى منتصف الفخذ، بحس بحركه في المنطقه وفي الاعصاب دي للاعصاب مع الام في الركبه والكعب اليمين،
ايه تفسير الحالة دي؟ هو الوجع بدأ معاه في الظهر، بيقولك وجع في الظهر بدأ ينزل على الفخذ وبيسمع في الجنب اليمين بما فيه الركبة وبيوصل لكعب الرجل. هي دي بالظبط الصورة بتاعت اللي احنا بنسميها عرق النسا. عرق النسا ده تبسيط جدا للكلمة بتاعت انزلاق غضروفي. يعني انا عندي غضروف في الفقرات القطنية والعجزية، غالبا الغضروف اللي بيسمع من الهنش كده من الفخذ وبياخد جانب الرجل وبينزل لتحت، ده بيبقى ما بين الفقرة الرابعة والخامسة او الخامسة والعجزية الاولى. وعلى حسب بقى هو وصل لحد فين، وصل لحد فين، هل وصل فوق الكعب الرجل ولا وصل للكعب ولا وصل الاطراف. هنا هنشوف في الرسم الموجود ده يعني ايه كلمه عرق النسا. هو ده الالم بقى بتاعه، بيبقى نار يعني يقول لك لهبه في ظهري، حاسه بنار بتلسع تنزل تاخد الظهر وتسمع في الرجل. ما هو الرجل ده ليه بتنزل في الرجل؟ لان ده مسار العصب. طب في ناس يجي لها غضروف والوجع ينزل في الرجل وما يجيش في الظهر، بيبقى الظهر ما فيش فيه اي مشكله، بس العصب اللي نازل، لان ده بيبقى غضروف جانبي اكتر، العصب اللي نازل هو اللي بيسمع في الرجل. ده بنسميه انزلاق غضروف، لان الغضروف اهو زي ما احنا شايفينه اللي هو لونه اخضر ده، الغضروف عامل زي السفنجه كده، عامل زي الوساده الجل. اشيل تقيل، واحده ست شايله عيالها او ابنها طول اليوم، وخلي بالك الشيله ساعات بتبقى خطا، او ساعات ممكن ام، بيجي لنا كتير جدا ام اللي بترضع ونايمه على جنب وشايله عيل على ايد والعمود الفقري معوج، تلاقيها جايه معوجه واخده نفس الوضع كده معوجه بهذا الشكل. قعده الكمبيوتر الكتيره، قعده الموبايل الغلط اللي هي بقت مشاكلها كتيره جدا دلوقتي، المجهود بقى الاوفر، يبدا الالام بتاعتنا تمسك في العمود الفقري، اسفل العمود الفقري. ممكن الالم يبقى في الظهر على قد العضلات، يحصل وجع كده خفيف، لكن نحس بالنار والكهرباء والتنميل والخذلان في الرجل. ليه؟ لان العصب بدا ينضغط. لو انضغط العصب اللي نازل ده اللي احنا بنسميه انزلاق غضروفي. طيب لو الالم على قد الم اسفل الظهر، عاده بنلاقي الغضروف هنا صغير ولم ينفجر، وبيبقى غضروف وسطي في النص، مش ضارب شمال او يمين. لكن معظم اللي بينزل على الرجل بيبقى غالبا شمال اكتر، وبتصاحبه بقى لما بنيجي نعمل فحوصات واشعاعات تلاقي اشعه زي كده. يعني المريض ده مريض بيشتكي من الم في رجله رهيب جدا، برغم ان عنده لما نيجي نشوف الاشعه في فقره مكسوره ومنقوله، يعني الفقره الرابعه والخامسه متزحزحه من مكانها، ودي درجه اللي احنا بنسميها الدرجه الخامسه من الانزلاق الغضروفي. لان الغضروف اربع درجات، والدرجه الخامسه بتاعته بنتكلم في الحركه في الفقره، الفقره بدات تتحرك، الزحزحه والزحزحه في حد ذاتها اربع درجات برضو. يعني لما نيجي نقسمها كده درجه اولى وثانيه وثالثه، كل درجه بسنتي من الحركه. هنا لما يبقى الفقرات بقى، هنا شوف التزحزح في الفقره الثالثه والرابعه والخامسه والعجزيه الاولى، عندي اربع فقرات متزحزحين. ده طبعا ما بيحصلش كده فجاه، ده ممكن واحد وقع او اتخبط او بتاع وكمل مشي واشتغل وبيكمل حياته بشكل طبيعي جدا وبيهري نفسه مسكنات. ده في ناس بتاخد كميه من المسكنات لتصل لدرجه الادمان، وبيجروا بياخدوا المخدرات. عشان كده بقت في ادويه كتيره بتدخل في جدول. هنا شوف الغضاريف قفلت القناه العصبيه، ومش كده وبس، الغضروف لما خرج العظم بقى على العظم، فالعظم بياكل في العظم، عامل زي الخراج جوه الفقره. يعني شوف هتلاقي جوه العمود الفقري الفقرات في جزء بقى اسود كده، انت مش عارف، ما فيش ملامح هنا للعظم. فاللي موجود ده ايه بقى؟ حصل تاكل، اللي بنسميه سبوندولوديسكايتس، الغضروف خرج ها وبدا العظم ياكل في بعضه، فبقى هنا في التهاب. فمجرد ما شلت الغضروف بس انت ما حلتش مشكله، الفقرات دي لازم تتثبت، ولو ما تثبتتش المشكله بعد العمليه بتبقى اصعب. ده غضروف واتترك، يعني غضروف، واحد عنده غضروف وسابه سنه واثنين وثلاثه وكان مريض سكر. عشان كده دايما بنقول لما يبقى عندك مريض سكر ها والسكر بتاعه ملخبط، ما تسيبش الغضروف اللي عنده، لانه حول المنطقه الى خراج، بقت خراج تاكل في العظم نفسه. ده التهاب في العظم، الفقره كلها اختفت، الفقره الخامسه وجزء من الفقره العجزيه اختفى، بقت طب المنطقه دي كلها فيها سطيد، فيها بص. لما نيجي هنا في العمليه بقى بتبقى الموضوع صعب جدا، تصل الى مرحله ان انا محتاج ان انا اشيل جسم الفقره ده واركب عظم، ومره ادخل من البطن من القدام واركب شرايح ومسامير اماميه، وارجع من ورا واعمل تثبيت خلفي ودعامات خلفيه. يعني انا عايز اوري الصوره دي واقول لك انك الاهمال يؤدي الى مصيبه كبيره. يعني الامور ممكن تبقى سهله في الاول وعلاجها سهل وبسيط، زي ما نقول احنا عندنا في حالات بيبقى الغضروف بتاعها العلاج يجيبه، طب ما جابوش العلاج، ممكن ادخل بعمليه بسيطه جدا بمنظار تداخلي بسيط جدا وادخل واشيل الغضروف. يعني هنا غضروفين والفقرات بدات تتزحزح،
ما هو الغضروف اللي ماسك الفقره، الغضروف ده لما بيتاكل الفقره بتبقى سايبه، ده يسمع بقى الالم، يضغط على العصب، يبدا الالم بقى في الظهر، ينزل الالم على الفخذ، ينزل في الرجل، احس بنار، احس بتنميل، احس بخدلان، والموضوع بيزيد مع الوقت. يعني في واحد يجي يقول لك انا رجليا بجر فيها زي ما اكون بجر في شوار رمل بالنص كده تقيله، ما هو مش حاسس بيه. ها ده الشبشب بيتخلع من رجلي، ده البول بدا يسيب منه ويسبقني، وخاصه في السيدات. ده وصل لمرحله صعبه. ما هي دي بقى اسمها مرحله المضاعفات بقى. يعني انت في الاول مرحله الاعراض، يعني هنا غضروف، فقره مكسوره متزحزحه من مكانها منقوله، يعني عمود سايب. طب ده انسان وماشي، ما دي اشعه بني ادم وماشي على رجله، طب ازاي وصل لهذه المرحله؟ يعني السؤال دايما هو ليه ساب نفسه لكده؟ الكلام ده مش هتشوفه بره، يعني ده بنشوفه عندنا في مصر، بنشوفه في العالم العربي، بتشوفه في الخليج، بتشوفه في السودان، بتشوفه في اليمن، بتشوفه في ليبيا، بنشوف ده. طب ليه بره الناس ما بتبقاش كده؟ لان طبعا لان هو مجرد ما بيشعر بالالم بيبدا يدور على الحلول، ما يجريش بقى يقول لك اصل لازم يعمل الاول الحجامه ويرجع يكوب النار ويرجع يتعمل حلق في ودانه ويرجع يتعمل له مش عارف. لسه موجوده بقى. موجوده وموجوده بكثره. يعني ده بالعكس، ده لو العيان ساعات ما مرش على الحاجات دي يبقى ما تعالجش. واخد بال حضرتك؟ يعني انا ممكن اشوف واحد مركب حلقه هنا وجاي لك بقى من ايه، من محافظه الفيوم، من محافظه بني سويف، من المنيا، سعيد جدا يقول لك وانا عملت الحلق وما جابش الحلق. ده ايه؟ حته ابره مصديه كده وتتركف لحد ما تعمل التهابات وخراج. ده ياما ناس جالنا بخراريج في المخ بسبب الكلام ده. ولا اللي بيكوب النار، ولا اللي بيتشد ايد ورجل عند عم سيد وعم ابراهيم والراجل بتاع مش عارف ايه، ايه الهبل ده؟ والعصاية اللي بتمشي على الظهر عشان تصلح، طبعا كلام يعني يتنافى مع العلم. وفي عقول الحقيقة لن تقبل العلم وهي عايشة في الجهل ده، يعني مش هنعرف نقشه. وفي ناس بنقول لهم لا، يعني الموضوع ممكن يتحل بس ندور على الحلول المظبوطة. يعني انا مش متخيل ان في حد في العالم كله في 2019 ايا كان درجة تعليمه يروح يعمل كوي او يروح يعمل هو مش موجودة في العالم الا في البلاد اللي زينا. يعني تلاقيها مثلا في افريقيا، في وسط افريقيا، تلاقيه مثلا في جنوب السودان او في السودان، وتلاقيه في بعض البلاد في الهند. يعني دي حاجات تراديشنز كده قديمه جدا، مع ان العلم متقدم قوي وممكن نحل الموضوع. انا سعدت جدا النهارده بالاستماع ليك كالعاده، ويعني بتبدا في حوار علمي دقيق مسترسل مليء بالمعلومات اللي يعني بتنفرد ب اسلوب رائع جدا في الانتقال من معلومه لمعلومه، من منطقه لمنطقه، بسلاسه وبساطه شديده بتثير الاعجاب. نورتنا وشرف كبير لنا هذه الزياره. الجراح القدير واستاذنا في هذا المجال ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق وادي، استاذ وجراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا كالعاده، العمود الفقري بكل تفاصيله، بغضاريفه وفقراته وحبله الشوكي وأعصابه الهامة جدا، هو بلا شك جزء مهم جدا، وآلامه أعتقد أنها مأساة كبيرة ينبغي أن توضع في الحسبان. ليكوا دايما معنا سلام.